مساء الخير وحلقة جديدة من الجسر نقرب المسافات. جسرنا اليوم ممدود عبر المحيطات والبحار ومن القاهرة. من القاهرة نقدم حلقتنا اليوم من برنامجكم الجسر، جسر التواصل والحب وجسر المودة بيننا وبين بعض وبيننا وبين شعوبنا وبين أوطاننا وبين أوطاننا الأم. وكما تعودنا على تسجيل حلقاتنا من وطننا الغالي مصر، اليوم حلقة خاصة جدا، وخاصة بعد فترة أنا شاهدتها شخصيا في مصر، وهي فترة تشرف كل مصري. الانتخابات المصرية، المصريين نزلوا وأدلوا بأصواتهم، مش عشان إن الرئيس ده ممكن يكسب أو الرئيس ده، الانتخابات كانت محسومة النتيجة بتاعتها، ولكن أثبتوا للعالم إن هو ممكن يكون هذه الدولة تكون متحضرة مثلها مثل أي دولة في أوروبا أو أمريكا. في انتخابات، في لجان، ما فيش طوابير، في إدلاء بالصوت، في نوع من أنواع السعادة داخل الشعب المصري بأنه في انتخابات، في سيستم ماشيين عليه. بصرف النظر عن النتيجة، بصرف النظر عن الانتخابات محسومة نتيجتها قبلها أو بعدها، ولكن المبدأ نفسه ده أهم جدا لكل مصري أنه يشارك فيه. فطبعا أنا ببارك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسة جديدة وأربع سنوات أخرى، ببارك له وفي نفس الوقت بقول له ربنا يعينك وربنا معاك. عملت كثير وكثير وكثير من الإنجازات في أربع سنين صعبة جدا، ولكن الشعب ما زال بيطلب منك أكتر وأكتر وأكتر، ومن عشم طبعا، ولكن كما قلت لوحدك ما ينفعش، فلا بد أن احنا كشعب مصري وكمصريين في الخارج أو الداخل نقف وراء هذا الرئيس ونقف وراء بلدنا. بلدنا هي الهدف وهي التارجت والجول، ان هي تصعد وتنهض وتكون في زمرة الدول المتقدمة. مصر كبيرة، مصر غنية، مصر حرة، مصر تشرف كل مصري وكل عربي. فكان عرس انتخابي جميل شاهدته، وشاهدت قد ايه الناس، العيلة كانت بتنزل مبسوطة ان هي هتدلي بصوتها، في نوع من الفرحة. فده هيكون لقائنا اليوم الأول مع سيدة هامة جدا، وهي المستشارة تهاني الجبالي. المستشارة تهاني الجبالي يمكن حضراتكم كلكم بتعرفوها، وهي شخصية تعبر عن المرأة المصرية وصلابتها في المحن والأزمات. وهي طبعا نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، وعضو نقابات المحامين العرب، ولها نشاطات عديدة وكثيرة سنين وسنين. فهيكون لقائنا مع مستشارة هاني الجبالي وتقييم لما يحدث في مصر. أيضا هيكون لنا لقاء هام جدا، يكون مع شخصية وهي مرأة مصرية عندها علم، دكتورة في الجامعة، تدرس رئيس قسم الكهرباء بجامعة بنها، ولها نشاطات علمية وغير علمية على مستوى عالي جدا، وتم اختيارها ضمن 20 امرأة تؤثر في الإسلام في الوقت الحالي سنة 2014، وضمن 100 امرأة تؤثر في العالم العربي، مؤثرة في العالم العربي. هيكون لقائنا مع الدكتورة غادة عامر. فهتكون حلقة مليئة بالفقرات الهامة وبتهمكم وبتهم مش بس المصريين، كل العرب. نبتدي على طول حلقتنا اليوم والفقرة الأولى مع الانتخابات وما حدث. ومرة أخرى بهني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهني الشعب المصري، وبهني نفسي بفوزك بفترة رئاسية أخرى، وإن شاء الله إنجازات وإنجازات وإنجازات كثيرة إن شاء الله قادمة، وإحنا معاك. تحيا مصر، ابقوا معنا.
لكل شيف أسرار وخلطاته السرية. بهارات، توابل. وأهمها الرز البسمتي. كل حبة بحبتها، والكل وصفة يناسبها. شيف مانيت، اسر وصفاتك اللذيذة. My secret, Royal Chef's Secret Basmati Rice. The secret ingredient in my recipes. سر الشيف رويال، يكشف الشيف اللي فيكي. يتقدم أحد بطعن على أي قرار من قرارات الهيئة فقد أسفر فرز صناديق الاقتراع عما يأتي. عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 59,078,138 ناخبا. عدد من أدلوا بأصواتهم في الخارج 157,060 ناخبا. عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد استنزال من صوت بالخارج 58,921,078 ناخبا. عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل 24,097,092 ناخبا. عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 24,254,152 ناخبا بنسبة 41.5%. عدد الأصوات الصحيحة 22,491,921 صوتا بنسبة 92.73% من إجمالي الأصوات. عدد الأصوات الباطلة 1,762,231 صوتا بنسبة 7.27% من إجمالي الأصوات. إجمالي ما حصل عليه السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي 21,835,387 صوتا بنسبة 97.8% من الأصوات الصحيحة. إجمالي ما حصل عليه السيد موسى مصطفى موسى محمد وشهرته موسى مصطفى موسى 656,534 صوتا بنسبة 92.92% من الأصوات الصحيحة. وبالبناء على ما تقدم اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم وأصدر القرار رقم 57 لسنة 2018 باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2018 متضمناً فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي. أهلاً بكم مرة أخرى. المصريين بجد أظهروا للعالم قد إيه إخلاصهم وحبهم وانتمائهم لبلدهم، سواء المصريين في الخارج أو المصريين في الداخل. صورة مشرفة لكل مصري، صورة مشرفة ما حدث خلال الفترة السابقة. يوم 16 و17 و18 مارس كان الانتخابات في خارج جمهورية مصر العربية. يوم 26 و27 و28 كان بالداخل. صورة أنا هقول لحضراتكم، يعني إحنا انتخبنا كلنا، يمكن أنت رحتوا في أمريكا أو في كندا وانتخبتوا وشفتوا، وأنا شخصياً رحت وانتخبت وأدليت بصوتي، والفرق لقيته إيه بين هنا وبين هنا؟ أنا لقيت تقريباً نفس اللي إحنا بنشوفه هناك بشوفته هنا، بس هنا بالنسبة لي أنا كمصري حبيته أكتر. ليه؟ لأن أنا حسيت إن الضابط اللي واقف، ضابط الجيش ده أخويا، ضابط الشرطة ده أبويا،
ظابط الناس اللي قاعده دول اخواتي وحبايبي وقرايبي والمصريين اللي زي اللي احنا دم واحد. فحسيت قد ايه بالانتماء، واحنا كمصريين بخفه دمنا وبحبنا لبلدنا بقينا نروح الناس بتروح للانتخابات وان هي تدلي بصوتها بحب، بيروحوا مبسوطين كانهم خارجين خروجه حلوه، العيله خارجه مع بعضها وكل واحد عشان يدلي بصوته، مش مهم بيدلي بصوته لمين، بس مهم انه يروح ويثبت ان ونثبت ان البلد دي شعبها لا يمكن يسيبها. وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الشعب هو اللي بيصنع الدوله وليس الدوله اللي بتصنع الشعب. فمره اخرى انا بوجه التهنئه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتره رئاسه اخرى ثانيه، وربنا يعينك علينا وعلى المصريين سواء اللي في الخارج او في الداخل. وان شاء الله احنا حضرتك يعني عملت كثير وكثير وكثير في 4 سنوات واحنا بنطلب منك الكثير وكثير وكثير، ولكن زي ما دايما بتقول لوحدك ما ينفعش، فاحنا لابد ان احنا كلنا نتكاتف ونكون في ظهرك. فانا بيشرفني اليوم ان ويسعدني ان يكون معانا شخصيه هامه جدا، لان من قاد مسيره الديمقراطيه ولما بنروح اللجان احنا شفنا جميع نسيج الشعب المصري من اطفال مع اهاليهم من شباب من شيوخ، المرأة المصرية هي اللي قادت هذه الحركة، هي المرأة المصرية هي المحرك. فبيسعدني طبعا ان انا يكون من اهم السيدات اللي موجودين في مصر وعلى مستوى الدول العربية، ولها طبعا هي دايما انا كنت بتكلم معاها قبل الهوا بقول لها حضرتك الاولى في كل شيء، حتى هي الاولى اول من دخلت القضاء المصري، اول من كانت عضو بنقابة المحامين العرب او في مجلس نقابة المحامين العرب. بيسعدني يكون معايا اليوم المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا ونشاطها، يعني حضراتكم يمكن على علم وعلى بينة بمين المستشارة تهاني الجبالي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا، انا مبسوط وبرحب بحضرتك وبالنيابة عن جمهور كبير في امريكا وفي كندا، بنرحب بيكي وبقول لك مبروك للشعب المصري. طبعا مبروك لمصر ومبروك للأمة العربية كلها، لأنه مصر لما بتبقى بخير وقادرة على حماية مقومات الدولة ورعاية قدرتها على أداء دورها بتبقى هدية لأمتها العربية والقارة الأفريقية وللإنسانية يعني كلها. يعني أنا بحس أن مصر رمانة الميزان. طبعا رمانة ميزان العرب. والله رمانة ميزان العالم والعالم، لأنه بيثبت بالدليل التاريخي يعني أنه دايما مصر بتبقى قادرة على ضبط ميزان العالم في لحظات سيولة أو في لحظات المواجهات اللي فيها القوة الغاشمة، لأنه مصر بحكم أنها أقدم حضارة في التاريخ وشعبها شعب عاش عمره كله في دولة بمقاومات الدولة، فيها جيش وفيها ملك وفيها ملكات طبعا لأن احنا حكمنا طبعاً من 7000 سنة، وفيها سلطة روحية وفيها دولة القانون، فيها معت إلهة العدل وفيها مقاومات القانون، هي أول دولة يبقى فيها قسم حكم يساوي دستور. صحيح. فهذه المقاومات للدولة المصرية وموقعها الجغرافي وقدرتها على هضم الثقافات والحضارات اللي تعاقبت عليها وإعادة إنتاجها بروح مصرية بتخليها لها دور في العالم كله. وأعتقد أن مصر في 30 يونيو وما بعدها أحدثت شكل من أشكال التوازن في مرحلة فيها سيولة كبيرة جدا في العالم. والله أنا حاجة قبل ما يمكن ندخل في الحوار، أنا عجبني كلمة من ناس أجانب أمريكان وإنجليز كانوا موجودين هنا في مصر بقالهم فترات يعني، فبيقول لي انا بحس ان البلد دي احنا اصلا من هنا. طبعا هو الامريكاني او الانجليزي فجر هو اصلا وفجر من هنا، البشريه هو اصلا من هنا، حس ان هو دي قديمه شافها قبل كده. طبعا هي يعني فعلا هي دي بصمه مصر. احنا كمصريين لابد ان احنا نفخر ونحمد ربنا ان احنا مصريين. الحمد لله. الحمد يعني لله. احنا بنعتز بمصريتنا، بنعتز بوطننا. صحيح. بنعتز بمقاومات الدوله المصريه، بنعتبر انها هديه وهبه من الله للبشريه، وعشان كده الشعب المصري بيدافع عنها بكل روحه. تقييمك للعمليه الانتخابيه
وكيف جرت العمليات الانتخابية وإزاي تابعت خروج المصريين سواء في الخارج أو في الداخل؟ شوف أنا هقول حضرتك حاجة، أنا شخصيا شايفة أنه هذا جزء من سيناريو مستمر منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن، عبارة عن احتشاد الوطني للشعب المصري كويس. والخروج الجماعي من أجل هدف حماية مقاومات الدولة وأمنها القومي وإعادة بناء الدولة المصرية الحديثة بعد مرحلة تم تفكيك كثير من عناصر صحيح. القوة فيها. فالشعب المصري في حالة احتشاد، وخروجه المرة دي أنا مش معتبرة أن احنا كنا في ظرف انتخابي، احنا كنا في ظرف استمرار استدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي. استدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، لأن احنا استدعيناه كقائد الجيش، احنا استدعيناه لأنه الأمة في خطر والدولة صحيح. في خطر صحيح. وده تاريخ مصر بيقول كده منذ يعني المصريين القدماء كان دايما يعني لو قرينا تاريخ مينا موحد القطرين أيوه. لو قرينا تاريخ حرم حب، لو قرينا تاريخ أحمس، تاريخ تحتمس، تاريخ رمسيس الثاني، هنكتشف أنه قادة الجيش دائما تستدعى في مراحل ما بعد الاضمحلال أو ما بعد الضعف صحيح. فتبدأ مرحلة جديدة من النهوض بزمين. لأنه الجيش المصري مش زي أي جيش في العالم، الدول كلها هي اللي بتنشئ الجيوش، الجيش المصري هو اللي أنشأ الدولة المصرية لأنه هو اللي وحدها، هي كانت القديم الجنوبي والشمالي فأصبحت مصر الموحدة جغرافيا دي الجيش المصري كانت الجيش والجيش المصري لما بيبقى مكوناته من الشعب المصري لابد يلعب دور وطني، ما بيبقى فيه محتل أجنبي ويبتدي يقصي المصريين عن أنهم يدخلوا الجندية أو يبقوا أعضاء في الجيش، يبتدي المصريين يسموهم العسكر لأنه بالنسبة لهم الغريب هو العسكر، أو لكن العسكر. أول ما يبتدي يبقى العنصر الوطني موجود يسموه الجيش. ما هو ده في التاريخ كله. الجيش ده مين؟ ما هو الجيش ده إحنا يعني احنا نختلف عن حتى الدول العربيه طبعا. مش بس الاجنبيه طبعا. الدول العربيه طبعا. انه في طوائف كثيره، في احزاب مختلفه الاراء الرئيسيه، في طوائف متعدده كثير، احنا في مصر ما فيش الكلام ده. التجانس اللي موجود في الشعب المصري في تجانس سهر التاريخ والجغرافيا وقدره الشعب المصري على صناعه الحدث، لانه مصر يعني على امتداد التاريخ كانت بتقدر تصد موجات الغزو وموجات الطغاة وتضع للبشرية قيم ومبادئ كويس، لانه احنا محتاجين نقرا التاريخ ده كويس جدا، احنا محتاجينه في المرحله دي. تابعتي كنت تتوقعي المشاركه كبيره، يعني مشاركه فوق ال 41% طبعا من طبعا. انا قلت لحضرتك انه الشعب المصري في حاله احتشاد ما زال في حاله احتشاد، رغم ان في مقاطعه كبير او في يعني دعوات للمقاطعه الكبيره والكثيره من ناس. لا انا اعتقد مش إنه عايزه إنه الخير لمصر، اللي دعوا لمقاطعه الانتخابات يعني شعب مصري مصنفهم كويس، عارف انهم فلول تنظيم الاخوان الارهابي، بعض المرتبطين بالاجنده الغربيه اللي بتقرا الديمقراطيه من خلال تجربه الدول الاخرى صحيح. مش قادره تعرف المرحله اللي احنا عايشين فيها هي مرحله شكلها ايه، لان دي مرحله تاسيسيه ما زالت تاسيسيه وما زالت فيها بنيه جديده يجب ان تبنى للحاله السياسيه عشان يبقى في تنافسيه حقيقيه فيها. حضرتك بترد تقولي ايه بقى؟ فانا بقول انه كل دول كانوا مخطئين في قراءتهم للشعب المصري، لان الشعب المصري بيخرج ما حدش بيخرجه، ولما ما بينزلش وما بيتكلمش بيبقى هو اللي خد القرار، ما حدش بيوجهه. الشعب المصري ما حدش يقدر يوجهه، الشعب المصري فعلا قائد، هو اللي بيعلم رموزه الوطنية وبيعلم نخبه السياسية. رغم ان الناس كتيرة قالوا ان العملية الانتخابية دي يعني النتيجة محسومة، ورغم هي ذلك الفكرة انه احنا كنا بنستفتى على القائد الذي اخترناه لمرحلة اعادة بناء الدولة صحيح. وتثبيت أركانها وحماية الأمن القومي المصري، لأنه في خطر الأمن القومي في سوريا، في خطر في اليمن اللي هو مفتاح قناة السويس، في خطر في ليبيا، في جنوب منابع النيل فيها خطر، في السودان وفي ظل التقسيمات التي تستهدف بها السودان. فمصر بتعيش حالة طبعا وجود كمان يعني ما زالت إسرائيل تمارس علينا عدوان وهي ضالعة في زراعة الإرهاب في سيناء،
ويعني يمكن الحقائق ما بتعلنش في كل الأحوال، لكن هذه حقيقة. ولما كان يعني الرئيس بيقول طب نشوف فين الملاذات الأمنة اللي بيروحوا لها هؤلاء وبيتعالجوا فين، ومين اللي بيمدهم بالمعلومات ومين اللي بيمدهم بالسلاح وبالمال، فطبعا في ضلوع في مؤامرة ضد مصر. صحيح. وهذه المؤامرة للأسف الشديد لم تقرأ تاريخ مصر قراءة رشيدة، لأنه الشعب المصري قادر دائما على مواجهة أو التحدي، التحدي لما بيبقى عنده يعني شكل من أشكال الخطر بيكون استجابته ليها دايما في توحيد الصفوف. هو ده كلام مظبوط، وحضرتك قلت كلمة مهمة، أن الشعب المصري مفيش حد بيجبره يخرج. على انه يخرج أبداً. او ينزل أبداً. بس هل الانتخابات بالصوره دي كانت مطلوبه مثلا لاخراس الغرب؟ الغرب اللي بيتهم دايما مصر بانتهاك حقوق الانسان، بان ما فيش ديمقراطيه، رغم ان هم في بلاد كثيره وبلاد يعني امريكا وانجلترا وفي عندهم انتهاكات وفي عندهم مشاكل، بس طبعاً. احنا ما بنهتمش ان احنا نظهر عيوبهم، ولكن هم عندهم اهتمام بظهور الحقيقه. يعني اولا مصر مستهدفة في الفترة الأخيرة استهداف حاد جدا من قوى عظمى ومن دول يعني ليس لها يعني أمان لأنه مصر تبقى قوية وتبقى قادرة على قيادة أمتها العربية وتحمل مسؤوليتها التاريخية. فالمحاولات العبث بمصير مصر قائم، واللي بيدعي ان ما فيش مؤامره لابد انه يقرا الوثائق كويس ويشوف مفهوم الشرق الاوسط الجديد ومفهوم تقسيم المقسم وتجزئه المجزأ، مفهوم التقسيم على اساس طائفي وديني وعرقي. صحيح. كل دي مؤامره مش على مصر بس، على الامه العربيه كلها. الامه العربيه كلها معرضه لهذا، وبالتالي فمحاوله طمس الهويه الرئيسيه لنا لحساب الهويات الفرعيه هو اللي خلى الدول تبتدي الشعوب فيها تنقسم على نفسها وتقتتل على الهويات الفرعيه، وحصل قدامنا ويحصل ده قدامنا ونشوفه. لكن هو مش جاي من فراغ، جاي من تزكيه لعناصر كثيره جدا بتؤدي هذا الدور. وبالتالي ففكره استهدافنا باسم حقوق الانسان وباسم يعني هذه المعايير المزدوجه اللي بتطبق علينا مسيسة وتطبق علينا من أجل الاستهداف الدبلوماسي وليست من أجل حقوق الإنسان. أنا ست عشت عمري كله جزء من يعني إيماني بحقوق الإنسان ودفاعي عنها، لكن أنا واثقة تماما أنه ما فيش معايير حقيقية لدى الغرب والمعايير مزدوجة. كنت في يونايتد نيشن وشفتي وجهات النظر الأخرى، وأنا كنت من ضمن الخبراء رفيع المستوى في الأمم المتحدة لمدة طويلة حوالي 12 سنة، فكنت شايفة فيها إزاي بتسيس قضية حقوق الإنسان، إزاي بيتم استهداف الدول في خطط اصطياد الدول زي ما كانوا بيسموها، وكان بيبقى محاولات دائمة لإجهاد الدول المستهدفة سياسياً، لكن ليست فيها مصداقية الدفاع عن الحقوق البشرية وحقوق الإنسان. طيب بعد انتخاب سيد الرئيس لفترة أخرى، شايف حضرتك إيه مطلوب من الرئيس في الفترة القادمة؟ الحقيقة في ملفات كتيرة مهمة أمام الرئيس، أولها هو استمرار تثبيت قضايا الأمن القومي التي تحيط بمصر فيها مخاطر كبيرة جدا. هي الأكثر إلحاحا، هي الأكثر إلحاحا طبعا، لأن مصر لا تقدرش تغمض عينها عما يحدث في سوريا. صحيح. ولا ما يحدث في القضية الفلسطينية على أطرافها وحدودها، ولا ما يحدث في اليمن، ولا ما يحدث في ليبيا، ولا ما يحدث في السودان، ولا في منابع النيل. كل ده بالنسبة لمصر قضايا أمن قومي، ولا تستطيع مصر أن تغمض عينها عن أهدافها في الأمن القومي لأن دي حياة أو موت. في نفس الوقت البنيان الداخلي بحاجة لمجموعة من الملفات الهامة، أعتقد أن الرئيس هيكون مطالب بالنظر فيها وبشكل فيه إبداع وفيه رؤية وإدارة حوار وطني. صحيح. ملف تطوير الحالة السياسية المصرية، استكمال البنيان الاقتصادي وإمكانيات تعظيم الثروة الوطنية المصرية في الفترة القادمة، ملفات مرتبطة بإدارة المحليات ومحاولة إعادة ترتيب، لأن احنا عددنا كبر بقينا 104 مليون، فلازم يعاد تنظيم الحكم المحلي في هذا الإطار. طيب معلش أنا أستأذن حضرتك بس لأن احنا كنا عايزين نتكلم برضو، احنا نكمل الحوار بتاعنا، بس معنا سعادة السفير الدكتور هشام النقيب على التليفون من نيويورك، قنصل عام نيويورك. ألو سعادة السفير، سعادة السفير، معلش الخط هيجهزوا الخط. المصريين في الخارج اظهروا وطنيه وحب شديد لبلدهم وانتماء شديد جدا،
وحضرتك يمكن عشت بره فترات وشفتي المصريين قد ايه بيحبوا بلدهم، يمكن احيانا بره بيظهر الحب ده اكتر من الداخل. بس جه الوقت دلوقتي للاستفاده الحقيقيه من المصريين، كيف نستفيد من المصري اللي عاش بره او اللي ما زال عايش بره، وكيف نستفيد منه، كيف يساهم في نهوض بلده، كيف يساهم في يعني الصورة الجميلة اللي احنا شايفين مصر دلوقتي بتتقدم وبخطة سريعة. يعني الحقيقة طبعا اخواتنا في الخارج لم يبخلوا على وطنهم في اي لحظة، احنا بنشوفهم في المشاهد الوطنية اللي بتشرفنا كلنا وبنبقى فخورين بيها. في نفس الوقت طبعا يعني فكرة انه مصر بتعيد بناء قوتها الاقتصادية، فهي بحاجة لكل ابنائها في الخارج انهم يستثمروا في مصر ويستثمروا في مشروعاتها القائمة او الخريطة الاستثمارية اللي وضعتها الوزارة وطرحتها من اجل المساهمة فيها بخبرتهم العلمية، لان احنا عندنا كفاءات علمية بلا حدود. صحيح. فلابد من اعادة ترتيب هذه الكفاءات لنستفيد بها. يعني ما بأصبحش العملية يعني مجرد فلوس بس. لا طبعا. لا طبعا، لانه في كمان الخبره العلميه، الخبره التكنولوجيه، في يعني كتير من المصريين في الخارج ايضا عندهم قدرات ابداعيه كبيره جدا. صحيح. واحنا محتاجين لهذا التطور التكنولوجي، هذا التطور العلمي، محتاجين للتفكير في مشاكلنا كيف يمكن حل مشاكلنا من خلال التجارب التي خضوها في دولهم واثبتوا فيها وجودهم ان تنتقل هذه الخبره لينا. صحيح. فانا اعتقد انه الرئيس السيسي بدا هذا يعني الاتجاه في الاستعانه بكثير من الرموز المصريه في الخارج، في المجالس الاستشاريه المتخصصه اللي انشاها في الدوره الاولى في الرئاسة. وأعتقد أن إحنا محتاجين كمان أننا نستلم فكرة ربط أبنائنا من الجيل الثاني والثالث بالوطن، لأنه إحنا محتاجين لده بشدة، لأنه أبنائنا في الخارج هم سفراءنا الدائمين، وهم لازم. صحيح. يبقوا عارفين هويتهم الوطنية وهويتهم القومية، ويبقوا فاهمين قضايانا اللي بندافع عنها، بحيث يتحولوا بالنسبة لنا لسفراء في. صحيح. جيلهم، الجيل الصغير ده أصبح عنده أدوات العصر، وأصبح بيتعامل بالسوشيال ميديا والفضائيات المفتوحة، وبيتعامل بمنهج مع بعضه البعض. صحيح. فلابد أننا نهتم بأولادنا كمان اللي في الخارج، أبنائنا اللي هم الجيل الثاني والثالث، الشباب حتى الأطفال. يعني أتمنى أنه يبقى فيه برامج موجهة لهذا الجيل القادم، لأن هم أحيانا مثلا حد في الدول الغربية وهي دول ودول المهجر. نعم. بيبقوا يمكن الشباب هم جزء من المجتمع. المجتمع طبعا. ده يعني طبعا. هو مش معاه، بيبقى هو معاه جنسيه ومعاه يعني جزء وله كلمه، وممكن يبقى كونجرس مان مثلا في امريكا. طبعا. ممكن عضو برلمان في انجلترا، ممكن مش عارف في فرنسا. يعني انا اقصد ان ممكن يبقى عضو عامل مسموع في المجتمع. طبعا. اللي هو فيه، وفي نفس الوقت لابد ان هو نزرع فيه الانتماء. هي دي اهم حاجه، انه يبقى فيه رابط بينه وبين الوطن الام، ويعلم هويته التاريخية وهويته الفكرية والثقافية. صحيح. نهتم بتدريس اللغة العربية في أوسطهم عشان اللغة وعاء الثقافة. ده مواضيع بقى مهمة. ناخد معلش سعادة السفير. سعادة السفير معنا؟ ألو؟ ألو؟ الصوت مش طالع في الاستوديو، مش واضح. احنا مش الو. مساء الخير دكتور هشام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا على الهواء حاليا دلوقتي مع سعاده المستشار هاني الجبالي. تحياتي واحتراماتي لمعالي المستشار. اهلا سعاده السفير. شكرا يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. تحياتي لحضرتك يا فندم. واحنا من خلال الجسر النهارده اعتقد النهارده كلنا بنحتفل معالي المستشار. طبعا طبعا. عرس في مصر عندنا النهارده، عرس وطني. صحيح. واحتشاد وطني رائع. ومصر تتحدث عن نفسها. سعاده السفير مبروك لنا كلنا. الف مبروك. سعاده السفير، يعني انا طبعا كان نفسي اكون معاك في نيويورك، بس انا فضلت ان انا اكون في الاصل، في اصل المكان. افتقدناك يا محمد بيه. ربنا يخليك. احنا ازاي كانت الانتخابات في نيويورك؟ وانا شفت حضرتك، شفنا الفيديوهات وشفنا كل حاجه، وحضرتك كنت في الشارع رغم الجو القارس البروده،
وكنت في الشارع مع الشعب مع الشعب المصري في نسيجه المختلف من جميع الأطياف وجميع الأشكال. شفنا فكلمني عن اللي شفت في موضوع الانتخابات في خلال يوم 16 17 18. انا هقول لحضرتك يعني مش بس مجرد شاهد على العصر، انما حضرتك من واقع الصور واعلامي كبير وتعلم جيدا ان الصوره تعني ألف كلمه. صحيح. انا لقيت ان الناس جايه مش بس بتبلي باصواتها، وكان طبعا الاصوات واضحه في يعني في ذلك الوقت الواحد كان طبعا بيتحلق حياديه يعني كنت رئيس لجنه، انما اللي انا كنت براه من حب للريس ودعم له حاجه الحقيقه حركت كل العواطف عندنا حتى كلجنه المفروض تتسم بالحياديه. كنا بنشوف ناس عندها 85 سنه جايه، وحضرتك طبعا تعي نيويورك جيدا وتعرف المسافات، اللي جاي من فيلادلفيا واللي جاي من زي هنا بالظبط يعني وناس حتى تعلم جيدا اذا ما عندهاش باسبور جديد او بطاقه انتخابيه او رقم قومي وجايه تقول انا بس مجرد ان انا اجي اتفرج واحتفل ببلدي. كنت تشوف حضرتك ناس على الكراسي المتحركه، ناس خارجين من مستشفيات، ناس جايه جم الثلاث ايام، فكنت اقول لهم طب انتوا جايين الثلاث ايام تعملوا ايه؟ يقول لك انا جاي احتفل بمصر وجاي احتفل برئيسي. كنت ترى الطابور اللي بعض الناس يقول لك اصل ما كانش فيه حضور، الطابور كان واصل حضرتك لحد الاف بي ار يعني على مسافه. احنا شفنا ده في الفيديوهات والصور يعني ما اعتقدش ان هي تكذب يعني. الصور والفيديوهات وضحت الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني ده حاجه واضحه يعني. يعني ردا على سؤال حضرتك كان ايه اللي خلاني انزل، يعني انا قلت مش ممكن يبقى الاف الاخوات المصريين قاعدين في عز البرد مستنيين الدور وانا قاعد في الدفا واحرم نفسي من مشاهدتهم وهم رافعين اعلام مصر اللي كانت ممتده من بروكلين لحد منهاتن. صحيح. الاعلام اللي كانت مرفرفه اكثر من اعداد اعلام الامم المتحده. ما شفتش المشهد ده في حياتي. طب سعادة السفير، انطباع الامريكان اللي كانوا بيشوفوا الكلام ده في الشارع في الجو ده والناس دي واقفه في الشارع ومستنيه تدلي بصوتها. كان في امريكان جلنا طبعا يعني اعتذرت لهم بشكل لطيف ان ممنوع دخولهم لان هم اللي لهم لطيفة مندوب او متابع، انما جم بعض الامريكان اللي هم سواء على صداقه او متزوجين من مصريين. أيوة. يحضروا يتفرجوا على العرس الانتخابي ده هو الاحتفاليه الانتخابيه. اه ساعات المستشاره زي ما قالت بتقول دلوقتي اتحول لفرح وعرس يعني بصرف النظر ادليه صوت لمين، ولكن نزولي ده في حد ذاته في نوع من انواع الفرحه والحب حاله البهجه كمان حاله البهجه. الناس فرحانه بتحتفل برئيسها وبتحتفل طبعا ببلدها طبعاً. كان احتفاليه رئاسيه وليس فقط انتخابات رئاسيه. انا بشكرك دكتور هشام سعيد مستشاره عايز توجهي له يعني تحياتي طبعا دكتور هشام سعد السفير، ويعني احنا بنفخر بدبلوماسيينا في كل مكان وعارفين انه هذا العرس الوطني كان بدايته هو البشائر اللي جت من الخارج، لانه فعلا الشعب المصري شاف ابنائه وهم في كل العواصم بيخرجوا باحتشاد وطني وبيحولوه لعرس وطني وبيردوا على اعدائهم في الداخل والخارج، فكنا فخورين بينا وبين نفسنا. وتحياتي من خلال حضرتك لكل الدبلوماسيين في الخارج. انا بشكرك الدكتور هشام، وعلى فكره الدكتور هشام حضرتك بتلاقيه في كل مكان يعني في مع الجاليات العربيه. يعني لو حضرتك رحتي مثلا الساعه 6 في مكان معين بتلاقي الدكتور هشام نقيب والستاف بتاعه مش لوحده، ابو الساعه 8 في مكان تاني الاقي برضه سعادة السفير. يعني ربنا معاك دبلوماسيتنا العريقه واحنا بنفخر بوجودك. طبعا. فنرجع تاني حضرتك، ايه الاكثر الحاحا مطلوب في المرحله القادمه 4 سنوات جديده؟ وفي يعني يمكن عندنا قضايا كثيره، ولو حضرتك بتنزلي الشارع بتشوفي طبعًا. كل واحد له طلب مختلف عن التاني، ولكن في الاكثر الحاحا الاهم في المهم.
طبعا احنا عارفين انه مصر بتسترد عافيتها الاقتصادية واضطرت لجراحات صعبة يعني بكل المقاييس، قرارات كانت صعبة. احنا محتاجين تنظيم الرقابة الشعبية على الأسعار وتنظيم الرقابة الشعبية على الأداء الخدمي في المجتمع المصري، وعشان كده أنا قلت لحضرتك أنه ملف المحليات هيكون ملح جدا أمام الرئيس كويس. لأنه إعادة تنظيم المحليات هيساهم في رفع المعاناة عن الجماهير، فده ملف مهم. عندنا الملف الثقافي كمان، لأنه كتير من العبث تم بالعقل الجمعي، وفي اختراقات بتتم من خلال السوشيال ميديا ومن خلال محاولات العبث بعقول أبنائنا يعني الشباب كمان. صحيح. فإحنا محتاجين الثقافة الوطنية مرة تانية تعود، وقوة مصر الناعمة اللي هي كانت عنوانها طول عمرها. مصر طول عمرها ما غزتش حد وما طلعتش بجيشها حرب حد، لكن كانت دايما بتبقى تأثيرها قائم معتدع من فكرها وفنها وآدابها وفنونها ومن خلال رموزها الثقافية اللي بتغزو العالم. يعني محتاجين نرد الاعتبار للذات الثقافية لمصر. يعني حضرتك أنا عجبني حضرتك يعني بدأتي بالإدارة. طبعًا. الإدارة وهي طبعًا. المحليات طبعًا. احنا يعني مثلا بنسأل أي حد بيقول لك التعليم والصحة ال الدخل، يعني انا هقول حضرتك حاجه يا دكتور، اللي بيشوف هذه الملفات أيوة. لا يرى انه اخطر ما فيها هو اداره ما لدينا متاح من امكانيات. يعني احنا ممكن يبقى عندنا مستشفيات كثيره جدا صحيح، وممكن يبقى عندنا الخدمه واصله للقريه من خلال الوحده الصحيه. ازاي يمكن للاداره الرشيده ان تحول هذه الوحده الصحيه لطب الوقائي؟ انا شفت تجربه الصين أيوة. وشفت تجربه الصين في تحويل ما يسمى بالاطباء الحفاه اللي هم كانوا زي حلاقين الصحه في مصر كده، اللي هم عندهم بدايات الطب الشعبي صح. واللي بيستخدموا ادوات الطبيعه وامكانيات الطبيعه بسيطة يعني. ودول هم اللي بيعالجوا الناس اللي في القرى والنبوة، لانه فكره الوقايه خير من العلاج صحيح. يعني احنا محتاجين رؤية، محتاجين فيجن في هذا، مش بس ان احنا يعني نصر على انه امامنا مشوار طويل على ما نحقق مصلحة التعليم اللي نتمناه او نحقق الصحة للمواطنين. احنا محتاجين نتحرك بأدواتنا وإمكانياتنا الذاتية، لو كانت قليلة نعظمها. ازاي نعمل ده؟ ده ملف إبداعي ومحتاج من المصريين كتير من الجهد صحيح. لأنه الشعب المصري مبدع بطبيعته ويقدر يحل مشكلته بالقليل. وممكن يعني فكرة ان احنا مثلا دايما نقول التعليم الامكانيات والمدارس، ممكن يبقى التعليم الفصل الواحد وتعليم اللي تحت الشجرة ويطلع في جيل صحيح. مبدع صحيح. والتعليم اللي هيتم في الحديقة ولا يعني في فكر إبداعي، مش مجرد انها حوائط او مجرد انها ايه برامج تعليمية متكاملة، بقدر ما هي استرداد ثقافة الشعب صحيح. ده كلام جميل وفكرة انه الشعب المصري شعب مبدع مبدع ودايما يفكر كيف يحل مشكلته الذاتية صحيح. فإحنا محتاجين تمكينه من أدوات وطنه وأدوات دولته. ده مش هيتم إلا من خلال الإدارة المحلية، لأن الإدارة المحلية دي هتصل للقرية وتصل للنجا وتصل للمدينة وتصل للمحافظة. هيبقى عندنا كما مستويات كما شعبية للرقابة كما تدار الصين اللي تعدادها مليون ومليار و400. احنا محتاجين لهذا الملف وهذه الروح بشكل عالي جدا. طبعا في داخلها هيبقى كل الخدمات اللي محتاجها لو محليات الوقت. يعني حضرتك المحليات دي بتشرف على الشوارع وعلى المرور وعلى الطرق وعلى الصحة وعلى الطرع والمصارف وعلى الرياضة والفن. الإدارات الصغيرة طبعا، الإدارات طبعًا. الصغيرة طبعًا. اللي هي والثقافة الجماهيرية وكل ده بيتم منين؟ من داخل المجتمع نفسه بالزبط. وهو اللي بيرد للشعوب عافيتها صحيح. ده كلام جميل وكلام هام جدا، لأنه يعني يمكن حضرتك أثرتي موضوع ما فيش حد أثاره قبل كده، موضوع أو مش محدش أثاره يعني في الفترة الحالية كله كان بيتكلم على الاقتصاد. لا مش بس ليس بالمال ولا بالخبز وحده يحيى الإنسان، لأنه صحيح الإنسان بيحيى. شعب المصري كان شعب بسيط وكان فلاح بسيط، لكن كان بيسمع أم كلثوم وعبد الوهاب وبيسمع القصائد وبيفهمها. ليه؟ لأنه هو أساسا إنسان حضاري صحيح. لا الفقر ولا قلة الموارد تعوق أي شعب على أنه يتحضر ويبقى حضاري. الإنتاج
يعني قضية محتاجة مننا رؤية إبداعية كمان. لأنه إحنا يعني أو الرئيس نادى بانتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطالب بأنه يبقى فيه تعاونيات للشباب، دايما بيبقى توجيه القيادة مرهون بالتنفيذ. صحيح. التنفيذ مش بس مسؤولية حكومة، مسؤولية الحكومة وقطاعات المحليات، لأن دي هي اللي بتوصل للناس في قراها وفي أماكنها البعيدة. المجتمع المدني نفسه. يعني لابد من إعادة تنظيم هذه الأدوات المجتمعية واستخدامها استخدام أمثل، لأنها هتوصلنا للهدف اللي احنا بنتمناه. أنا متأكد إن الرئيس يعني في خلال الفترة القادمة طبعاً هيبقى في تغييرات. بالتأكيد. أعتقد هيكون فيها جزء ممكن يكون تغييرات يعني هامة جداً. إن شاء الله. وهيكون في أكيد جلسات مع خبراء مثل حضرتك وخبراء في مجالات أخرى. نتمنى طبعا أنه كل من لديه فكر مبدع يقدمه هدية لوطنه دون انتظار المقابل، لأن إحنا بنبني مصر، ده يعني ما أغلاه من هدف، وإحنا محتاجين أننا نشبك أيادينا ونضع كل الأفكار والرؤى أمام القيادة لتختار منها. طيب تفتكر حضرتك يعني المواطن البسيط خلال مثلا 4 سنوات القادمة هل هيشعر يعني بان في طفره؟ هيشعر ان في تحسن؟ ان احيانا بتسالي ناس، طبعا احنا يعني او مش يعني اي حد بيقرا هيعرف ان الرئيس عمله في خلال 4 سنين ده تقريبا كان حاجات من المستحيلات انها كانت تحصل في ال4 سنين دي، ولكن هو بيبني اساسيات انفراستراكشر، هو بدأ بالبنية الأساسية. لأنه البنية الأساسية كانت منهارة. بقالنا فترة طويلة مهملين الطرق والكباري والمترع والمصارف والبحيرات. صحيح. اللي كادت أن تضيع. الرئيس ماشي بخط مدروس. أن الرئيس بيرد الروح للبنية الأساسية لإمكانية إنعاش القوة الذاتية لمصر. كويس. هيبدأ بقى المواطن يبتدي يشعر بأن مثلا أنا ما أعتقدش أن الأسعار ممكن تقل، لان بعد لكن ما ممكن الدخول تزيد ولكن الدخل يزيد طبعا. يعني هي الفكره هنا في المعادله الصعبه ما بين الاصلاحات وما بين قدره المواطن على تحملها، وكمان عداله توزيع الاعباء. يعني ال- 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 القادر بالتاكيد لازم يبقى مضحي اكتر من اللي ما معهوش. احنا لسه محتاجين هذا الملف يدرس دراسة متأنية، لانه عندنا الى حد كبير تفاوت طبقي في مصر، في إمكانيات لدى فئات اجتماعية وفي طبقة وسطى وفي طبقات فقيرة، فإحنا محتاجين عدالة توزيع الأعباء. طب بس وهذا الملف أنا أعتقد أنه هو يكون. بس أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني إحنا لو نظرنا للي بيحصل في أمريكا مثلا. ترامب. رئيس دونالد ترامب رغم الاختلافات مع الناس مع بلاد كثيرة، وناس كثيرة بتحبه وناس بتحبهوش، بس إحنا خلينا نتكلم على يعني نقطة معينة، وهي هو في موضوع الضرائب. يعني في الضرائب هناك اللي بيعمل فلوس اكتر بقى يدفع ضرائب اقل، كل ما لا بقى يدفع ضرائب اقل، كل ما يعمل فلوس اكتر يدفع اقل. ده القانون الجديد اللي هو هيطبق من 2019. انا لو عندي شركه والشركه دي بتعمل 1,000,000 بدفع ضرائب اقل من اللي انا كنت بدفعه قبل كده. نزل الضرائب تقريبا بالنسبه للبزنس تقريبا النص، لأنه هو رجل أعمال. رجل أعمال. بس أنا أقول لك وجهة نظر وإيه أنا إن أنا أتوسع كرجل أعمال. أنا ضد هذا الفكر، لأنه ده جزء من فكر النيو ليبرال، وفي فكر النيو ليبرال سيطر من خلاله رجال الأعمال على مقاليد الحكم في دول كثيرة، ومن خلال هذه الرؤية المرتبطة بأن النمو في حد ذاته يكفي للوصول للعدالة، لأنه تساقط الثمار هيسري على الكل. لا، أنا مش من المدرسة دي، أنا من مدرسة التنمية الشاملة، ومن مدرسة إعادة توزيع الثروة والسلطة التي تحقق لكل الفئات الاجتماعية الشعور بالرضا. خصوصا ان احنا ما عندناش الامكانيات اللي موجوده لدى الشعوب اللي هي عدت خطوط الفقر وخطوط الاحتياج. ربما في مجتمعات زي امريكا زي اوروبا ممكن يحصل يكون الدخول افضل، الامكانيات، الخدمات التي تقدم على مستوى اعلى، التامين الصحي شامل في فرنسا وفي انجلترا وفي كل الدول دي. احنا لسه ما وصلناش للمرحله دي، وبالتالي فاحنا محتاجين ناخد من الافكار المطروحه امامنا ما يحقق السلم الاجتماعي، والسلم الاجتماعي مسؤولية جماعية لنا. صحيح. لأنه الغني في بلدنا مش هيعيش مرتاح إلا لما يكون الفقير قادر على أنه يعيش،
ففي الحالة دي بيبقى التضحية في المرحلة دي واردة وواجبة وحتى في فكرنا وثقافتنا، حتى في طبعا في إسلامنا الحضاري، في هذا التكافل الاجتماعي وفكرة الزكاة وفكرة الصدقة كلها قائمة على إعادة التوازن الاجتماعي يعني في فكرنا. صحيح. حتى اللي هو الحضاري الراقي اللي احنا تعلمناه في بلادنا وتعلمناه في ثقافتنا. صحيح. لما بنفكر حتى في انه تجربتنا احنا التاريخية، احنا اول بلد خرج فيها ما يسمى بالعمل الخيري والجمعيات الأهلية، عمرها في مصر 300 سنة ما كانتش موجودة في أي بلاد كتير في العالم. يعني قبل ما يسمى بالمجتمع المدني مصر كان عندها الجمعيات الأهلية، هذه الجمعيات الأهلية هي مجتمع مدني. صحيح. كب هي اللي عملت جامعة القاهرة، وهي اللي عملت مبرات، وهي اللي عملت المستشفيات. يعني إذن إحنا عندنا تجربة، والتجربة بتقول إنه فكرة التكافل وعدالة توزيع الأعباء والثروة في المجتمع بتحقق السلم الاجتماعي. بس مش بالطريقة اللي هي مثلا زي ما حدث مثلا في أيام ثورة الرئيس جمال عبد الناصر، يعني ان انا باخد حتى ثوره 52 حاولت ان تقنع اولا بتحمل المسؤوليه، ولما خذلتها الراسماليه الكبيره أممتها. احنا مش عايزين نصل لهذا، احنا عايزين انه يبقى الشعور بالمسؤوليه الاجتماعي. ما هو راس المال الذي مسؤوليه اجتماعيه طبيعي. المسؤوليه الاجتماعيه بتتفاوت من دوله لدوله، اذا كانت الدوله بحاجه للمسؤوليه الاجتماعيه فعلينا ان نعظم منها. صحيح. ونزكيها في نفوس كل الأثرياء. صحيح. والذين يملكون والذين يستطيعون أن يتحملوا أكثر. يعني هنا فكرة العدالة، أنا أعتقد أنه فكرة العدالة بتريح الشعوب وبتكون مقدرة، وإحنا كان عندنا الروح دي كمان. أشعر بالطمأنينة. الأثرياء أما كان يبقى الثري بيحتضن أبناء من يعملون لديه. صحيح. ويعلمهم ويثقفهم ويلبسهم من زي ما أولاده بيلبسهم. دي الفكرة اللي هي سايدة في مجتمعات. ما عندناش غلظة الشعور بالمال. لا لا لا. فجزء من ثقافتنا ومن روحنا، إحنا شعوب عندها روح، عندها يعني قيم. انا ما اتمناش ان احنا نفقد هذه القيم لمجرد ان احنا نقلد الاخرين. احنا يعني شعب كمان طيب وبيرضى بقليله طبعا، وبتحس كده يعني انا وجود العدل طبعًا. وجود دوله العدل تشعرني بالطمانينه. طيب حضرتك يعني هو في سؤال عندي انا كده، بس يعني انا السؤال ده مش مقتنع بيه قوي، بس اقول لحضرتك. هو في بيقول لك البعض تحدث عن تعديل الدستور ان يكون مده الرئاسه 6 سنوات، والبعض الاخر طلب ان هو يعني عدم تحديد مدد الرئاسه. فما اعتقد يعني ما اعرفش هل السؤال ده وقته هو طبعا ولا في اراء بتتقال بالشكل ده، بس انا اللي عايزه اكده انا قاضي دستوري في المقام. صحيح. الاول وبالتالي فلابد من توصيف الحاله الدستوريه في مصر. احنا بعد ثورتين وضعنا دستورنا في 2014. صحيح. وهذا الدستور في الثقافة الدستورية هو دستور مرن، لأنه في بداخله آلية لتعديله. كويس. يمكن تعديله. معنى كده أن احنا مؤمنين بأننا في مرحلة تأسيسية، وبالتالي قد يأتي لحظة نجد فيها في نص أو آخر، مش بس هذا النص يعني. أيوة. ضرورة لتعديله، يعني هذا وارد، بشرط أن يكون هناك فلسفة لدى هذا التعديل. صحيح. ولا تكون المسألة شخصية، يعني هي مش مسألة الشخصة. يعني أنا على سبيل المثال كنت معترضة على أنه مدة البرلمان تكون مختلفة عن مدة الرئيس. لأنه من بعض. المفترض أنه رئيس ينتخب لابد أن يأتي معه برلمان جديد، يعني دي تقاليد دستورية. فكانت فكرة الاختلاف في المدد ما بين الرئاسة وما بين البرلمان محل انتقاد دستوري. صحيح. يعني في أفكار مجردة، اللي أقصده أنه إحنا محتاجين وإحنا بنفكر في دستورنا باعتباره دستور تأسيسي ومرن وقابل للتعديل إذا ما رأينا لده مصلحة وطنية، أن يكون عنوانه هو المصلحة الوطنية، وما يبقاش في إثارة للشعب للشارع طبعًا المصري طبعًا. وبعدين هذا الدستور على فكرة من أفضل الدساتير المصرية في الحريات العامة وفي حقوق المواطن وفي النظام الخاص بالدولة ومحاولات إعادة ترتيب أوضاع السلطات، ويعني في سمات إحنا بناخد
وقتنا في التطبيق. صحيح. وهنكتشف بعد مرحلة أنه قادر على أنه يدير مجتمعنا ووطننا بالشكل اللي احنا بيرضينا، أو إذا حبينا نعدل فيه نص أو آخر فلا بأس، بس يكون فيه مرن. الفلسفة تكون واضحة في التعديل. طب لو تحدثت حضرتك مع السيد الرئيس الآن بماذا تنصحيه؟ وماذا تطلبي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أولا ههنيه على ثقة الشعب المصري واستمرار هذا الاحتشاد الوطني بجواره، يعني وهو دايما احنا في مصر القيادة أمامها الجماهير، لأنه الشعب هو القائد وهو المعلم. صحيح. وإذا احنا يعني أنا هقول للرئيس السيسي إنه خطواتك بديتها في ظل صعوبات لم يشهدها رئيس في مرحلة خطيرة وحرجة، لكن كل ما أتمناه إنه كل قرار يتخذه الرئيس يكون عنوانه هو تمكين الشعب المصري من ثروات بلاده ليبنيها. هذا في حد ذاته توجيه استراتيجي زي ما بنقول، ولو كان هذا هو الهدف فسيسعد الشعب المصري أكثر بكل قرار يتخذه الرئيس. على أنا يعني ده كلمة رائعة يعني، وأنا بتصور أنه هذا المفهوم شوية يختلف عن بعض الأفكار المرتبطة بفكر النيو ليبرال، لأنه النيو ليبرال بيؤمن بالشريحة المميزة والطبقة التي يمكن أن تتساقط منها الثمار. أنا رأيي أنه لابد من فتح الباب للفئات الشعبية للوصول لمرحلة تملك الوطن بالتعاونيات وباستغلال الإمكانيات وتعظيم الثروة الوطنية وتمكين الشباب من أنهم يعني يتحققوا في بلدهم. كل ده الرئيس بيحلم به، لكن هو محتاج جنبه خبرات عالية جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي تشيع يعني جنب جواره، لأن هو بيحلم كتير لمصر ومحتاج يبقى فيه نخب بقدر المسؤولية. وحضرتك من النخب الهامة جدا في على مستوى مصر والدول العربية أيضا، فإن شاء الله يكون نصيحتك ونصائحك للسيد الرئيس هي نصائح للشعب المصري كله. طبعا هي يعني ثقتي فيه كقيادة وثقتي فيه إن هو ابن الوطنية المصرية لأنه متربي في الجيش المصري بالظبط، وطموحه إنه يبني مصر ويحقق لها كل أهدافها ويحقق للشعب المصري طموحه في وطن عادل وفي يعني مرحلة جديدة. صحيح. أثق إنه سيمكن من هذا لأنه هو صادق النية فيها، ودايما أنا كنت بقول إنه في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لكل من مسماه نصيب، وهو اسمه عبد الفتاح، وبالتالي فمصر سيكون لها فتحة عظيمة على يديه إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك وبشكرك جدا وعلى هذا اللقاء المثمر والكلام الرائع اللي فيه يعني مبادئ وفيه يعني كلام يتاخد مبدأ الحياة شعوب. فأنا بشكر حضرتك سعادة المستشارة معالي المستشارة تهاني الجبالي. أنا سعدت جدا بهذا اللقاء وسعدت بأن حضرتك اديتني فرصة الجسر يوصل بيني وبين كل يعني أبناء الشعب المصري والأمة العربية كلها في كل مكان. أكيد شرفتينا معالي المستشارة تهاني الجبالي. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود ولقاء هام جدا، ابقوا معنا. ادعوا الرب السما والعرش وقولوا امين امين، عيدوا زيدوا الدعاء للمولى يا مصريين امين، قادر سبحانه يقوينا يكبر بخاطرنا ويحمينا، تفضل مصر كبيره وعاليه ليوم الدين. ادعوا الام الدنيا الغاليه في كل اداء امين، خلوا الدعاء يكتر ويكون على كل لسان، يحفظ مصر من الحزين آمين.
تعيش دايما أرض محبة وخير وأمان. حلوا نسانكم بذكر الله من يتزلوا رب معاه. عشت يا مصر وبحروسة بإذن الرحمن. ودعوا أولادها يعيشوا سندها يا ناس على طول. دايما هم سلاحها ودايما قد القول. حبة صبر يا ناس وتحدي حنفوت في الصخر عربية وأمريكية وكمان خضار بس يكون طازج. شوب اند ايت. عايز لحوم غنم أو ماعز أو دجاج بس يكون حلال. شوب اند ايت. عايز أطباق شرقية لبنانية وساندويتشات بس بالطعم البيتي. شوب اند ايت. عندك مناسبة وعايز تقدم لضيوفك أصناف مختلفة وكمان خروف محشي. شوب اند ايت. شوب اند ايت. شغل إيدين أمي. حكاية مستنياك، روح عيشها وصورها على هاشتاج This is Egypt وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايفها. كنيسة سان جون بجيرسي سيتي يحتفل محبي قداسة البابا المعظم الأنبا شينود الثالث بذكرى رحيله السادس عنا رجل السلام، حينما كان يقول يصنع خيرا وسلاما في كل مكان. الرجل مجمع الأحباب العاشق لوطنه مصر، ولن ننسى أبدا كلماته المترددة في أذاننا إلى الآن، إن مصر ليست وطنا نعيش فيه إنما وطنا يعيش فينا. لذلك يحتشد جمع كبير من المصريين بأمريكا للاحتفال بهذه الذكرى العطرة، فابقوا معنا. أشكركم جميعا يا إخوتي وأحبائي، ولست الآن أنا موجودا معكم عندما أنتم في قلبي في استمرار. ابن البابا أعرفه بعد ما والدي توفى، كان عندي وأنا في أمريكا 20 سنة، مع سيدنا 35 سنة. هو اللي رباني، وهو كان أب عطوف، أب حنين، نفسيته متواضعة جدا، أقل من أي كان بتقابليه النهاردة في معاكي، كله حب وعاطفة لكل حد. اشتقنا ليك
بيقول ايه؟ لم ابكي في حياتي مثلما بكيت في تلك الليلة. ليه؟ لان امنته في الرهبنة خلته صعبان عليه انه يترك القلاية بتاعته والوحدة بتاعته والصلاة. لكن كان امين كأسقف للتعليم وفضل يعلم 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 مدة 50 سنة تقريبا. 50 سنة تقريبا ترسم أسقف سنة 62 وتنيح سنة 2012. 50 سنة في التعليم. أنا بعتقد أن كون قداسة البابا شنودة رمز من رموز الوطن، فهذه المظاهرة حبا في قداسة البابا وتم ترجمتها في حب الوطن، لأن كما تعلمين قداسة البابا كان قد إيه محب لمصر. فأنا الحقيقة كنت لسه بقول لنيافة الأنبا ديفيد أن اتقلبت الأمسية إحياء ذكرى السادسة لقداسة البابا إلى ذكرى في إلى 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 احتفال بحب مصر و و و و وتراب مصر و و والارتباط بمصر زي ما أنت شفتي. فزي ما الحقيقة قداسة البابا شنودة كان مجمعنا في حياتي ووجودي، هو مجمعنا أيضا في الذكرى السادسة له. كان لي شرف اني التقيت بقداسة البابا شنودة، ويعني عن قرب يعني اقتربت من الصفات والخصال العظيمة لهذه الشخصية الفريدة من نوعها الحقيقة، في إخلاصها، وطنيتها، ثقافتها، علمها، وأيضا روحها الجميلة. في رحلة العمل كان في فرص حقيقة أن أنا اقتربت من هذه الشخصية العظيمة. أيضا هي خلال عملي في رحلة العمل الدبلوماسي في دولة مثل إثيوبيا، وهناك صلة قوية وعلاقة قوية عميقة بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، كان هي فرصة أن واحد أيضا يقترب أكثر من الدور الوطني الذي تقوم به الكنيسة القبطية المصرية في داخل الوطن وفي خارج الوطن، وبالذات في قارة أفريقيا. الحقيقة يعني هذه المناسبة بعتبرها هي ذكرى شخصية عظيمة، لكنها أيضا استلهام لقيم نبيلة جميلة، قيم الوطنية، قيم الإخلاص، قيم العمل، قيم حب الوطن. أنا أتذكر كان عندي 4 سنين لما جلس على كرسي المرقوسي، وأول كانوا دايما يطبعوا صورة البطاركة في نتيجة المحبة اللي كانت بتنزل، فكنت أنطق اسمه غلط، كنت أقول البابا نشودة، أقول عليه البابا نشودة، وهو فعلا أنشودة. قداسة البابا شنودة كان في الكنيسة القبطية أنشودة. البابا شنودة كان إنسانا عجيبا جدا في أنه جمع في شخصه المتناقضات. لسه كنت بقول لسيدنا أنبا ديفيد كان شخصية عجيبة في جمع المتناقضات ولا نعرف كيف، فكان حازما جدا وكان لطيفا جدا، كان ذو حضور مفرح، وحينما يريد أن يغلق حديثا
يغلقه بمنتهى القوة والحزم فلا يستطيع أحد أن يتكلم. في محضر البابا شنودة كان هو يتكلم والجميع ينصتون. إن قداسة البابا شنودة أب للكل، وكلنا طلعنا لقينا البابا شنودة هو أب وراعي وبطرك الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، فالكل مدين لي بكل ما تعلمناه من عن الكنيسة الأرثوذكسية وعن الإيمان الأرثوذكسي والعقيدة الأرثوذكسية. كلنا مدينين لقداسة البابا شنودة بهذا العلم وهذا التعليم، 50 سنة من التعليم في حياة قداسة البابا شنودة. احتفلنا النهاردة في الكنيسة ذكرى رمز وطني، رمز تقول عليه من نجوم مصر البابا شنودة. وقلت حكاية انه البابا شنودة كان ليه أخت مسلمة في الرضاعة، سجلت معاها وطلعت رحلة عمرة. قد ايه نشأته، قد ايه بدايته، قد ايه رحلته، رحلة حب مع مصر مع أهلها وناسها، وكلمته كانت كلمة سلام. لما سمعنا عن يوم نياحته، اليوم اللي تنيح فيه، أنا بكيت أكني ببكي على أبويا من أول وجديد. البابا شنودة كان أب حنين جدا، بتعاملي معاه لما كان بيجي هنا وقعدتنا معاه كانت قد إيه قعدة بسيطة، وكان قد إيه إنسان حنين، تحس إنه هو بيحتضنك روحيا وأبويا وبيملى كل فراغ في قلبك. فطبعا إحنا خسرنا كتير، بس السماء كسبت قديس، واحنا طبعا دايما دايما بنحرص ان احنا نيجي في الذكرى بتاعته، ودايما كل ما حد بيذكر اسمه يعني بنترحم عليه وبنقول ان هو الاسد المرقوسي فعلا، وهو يعني رفع الكنيسه الارثوذكسيه لاعلى اعلى مستوى وصلت له، وبالانتشار انا بتكلم على الانتشار عامه في العالم كله اللي عمله البابا شنودة، فعلا يعني يتعامل في على مرور زمن طويل. كان دايما مجمعنا كلنا واحنا جايين نحتفل بذكرى نياحته، زي ما جمعنا هو عايش جمعنا بعد رحيله بعد نياحته. كان يوم جميل، شفنا كل المصريين شعب واحد جايين مع بعض، كلنا بنحتفل بنياحة قداسة البابا وبنحتفل بالوطنية بتاعته، كلنا كشعب واحد بينا ان احنا يد واحده وان احنا بلد واحد وان احنا نسيج واحد، وان كلنا زي ما كان بيقول زي ما كانوا بيقولوا على قداسه البابا بابا العرب وبابا المصريين، فهو جمعنا حتى بعد رحيله. البابا شنودة سنه 48 كان في حرب فلسطين ضابط. البابا شنودة في حرب 73 كانت مصر منكفئه، وزي ما تقول كانت الدنيا ظلاما حوله، وأحس بدور الوطن. زيارات البابا شنودة للجبهة في الأول كانوا الضباط والعساكر المسلمين مستغربين ازاي البطرك هيجي يقول لهم، لأن هم بيقول لهم ربنا معانا هننتصر لأن احنا أصحاب حق. البابا شنودة كأي بابا قبطي الروح الوطنية عنده في المقام الأول. قداسة البابا ألهمنا جميعا، ألهمنا بحب الوطن، وألهمنا جدا بحب الله، ودايما كان بيدفعنا لخدمة البلد وخدمة المجتمع وخدمة الإنسان، ودايما في كلماته بيعلمنا إزاي نكون منشغلين ومشغولين بكل مظلوم، بكل مجروح، بكل متألم، بكل حد، بكل حتى أعدائنا. كان دايما يقول عندنا مبدأ كتابي إزاي نحب أعدائنا. فقداسة البابا اتعلمنا منه الكتير والكتير، اتعلمنا منه أنه مش منشغل في الكنيسة وبعيد عن العالم وعن المجتمع، لا هو منخرط، مشغول بكنيسته، مشغول بشعبه، مشغول بوطنه، مهتم جدا 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 بمشاكل وطنه. كل التحديات اللي كان بيمر بيها المجتمع كانت بتبقى على قلبه. الموقف اللي مش هنساه ابدا الحقيقه، في يوم كان طالع من المستشفى اللي هي اتعالج فيها في اوهايو، وكان متعب جدا، وجيه حضر اللقاء في القنصليه المصريه. وقفت قلت الكلمه بتاعتي كالعاده، وبقول له ليه انا بحبه وليه الناس
احيانا بيسالوا ايه سر الحب ده، فقلت له انا بحبك لاني بحب وطني وانت رمز اصيل عزيز على وطني، بحبك لاني بحب اصلي وانت رمز الاصلي واصلتي، بحبك لاني بحب المسيح رسول رساله المحبه الابديه، بحبك لاني بحب الله ومن يحب رب لابد ان يحب صنعته ومن يحب الله لابد ان يرضى بمشيئته. فتاثر وشهدت الدموع تترقرق في عيناه، فوقفت متصلبا امامه وقلت له امنيه عاشت بداخله 30 عاما. فقال لي وسكت على نفسك كل ده؟ لا قول. قلت له نفسي احضنك. فقام بكل حب أبوي وحنان لن أنساه ما حييت. تعلمنا منه حب الوطن، كلنا طبعا عارفين الجملة الشهيرة اللي كل الناس بترددها إن مصر وطن يعيش فينا لا نعيش فيه. كمان علمنا إذا كنت أنت ما تقدرش تشيل ألام الغير فما تكونش السبب في تعب الغير، وده اللي احنا بنقوله هنا، بنوجه رسالة لكل المصريين إن أنت تهتم بوطنك، تحب وطنك، تكون إيجابي مع وطنك، ما تبقاش بره وتنتقد وطنك، تنزل وتساعد، واحنا من هنا بنساعد بلدنا بكل الطرق. وأنت عارفة يعني إن المصري في الغربة دايما عايش فيه الوطن وحاسس دايما إن هو هيرجع له. فلو أنت مش هتقدر ترفع ألام الغير ما تكونش سبب في ألام الناس دي. ودي من الكلمات والحاجات الجميلة اللي علمها لنا البابا شنودة، إحنا كلنا بنحبه جدا وعشان كده فاكرينه، وتلاقي كل الناس دي جاية في الذاكرة بتاعته. مواقف ومشاعر خرجت من قلوب محبي قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث في ذكرى رحيله السادس. كانت معكم نعمة إسحاق، برنامج الجسر. في كل يوم دايما بتحكي بتسمع على طول بشوش وقت الهموم، خبر في رسم الابتسام على الوشوش إبليس يقوم. عايز بقالة عربية وأمريكية وكمان خضار بس يكون طازج؟ شوب اند ايت. عايز لحوم غنم أو ماعز أو دجاج بس يكون حلال؟ شوب اند ايت. عايز أطباق شرقية لبنانية وساندويتشات بس بالطعم البيتي؟ شوب اند ايت. عندك مناسبة وعايز تقدم لضيوفك أصناف مختلفة وكمان خروف محشي؟ شوب اند ايت. شوب اند ايت، شغل ايدين أمي. مستنياك روح عيشها وصورها على هاشتاج This is Egypt وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايفها. ابن البلد والشعب يلا بينا وضعوا زا سيد الجدعان صدقوا
يلا بقى عايزين كله يقف معانا. يلا بينا نهيص. يلا بينا يلا كله على سقفه واحده. ابن البلد والشعب بيكسب بويز. اللي بيحب مصر اللي بيحب مصر يرفع ايده فوق. سدد وظهر البلد وامان. اسمع وخد مني. يلا ايدينا فوق. عندك نزوله يا ابو الرجوله ويلا هات معاك ابن صحابك. يلا السقف 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 السقف. من الحبايب والقرايب. يلا بينا يوم ابنك في ايد ابني. يلا بينا يلا بينا. أعزائي المشاهدين، احنا النهارده في ماستر ثياتر في حفل ماذرز داي تريبيوت كونسرت، ومعانا النجم الكبير احمد شيبه. شاكرين ان انت تكون معانا النهارده. انا عارف ان انت جاي تعبان جدا ومرهق، ويعني عملت شغل جامد جدا مع الجمهور وكل الناس مبسوطه جدا. قول لي بقى مشاعرك ايه وانت شايف كل الناس قدامك وعاملين بيسقفوا ومبسوطين جدا بيك. فرحان ان انا جيت تاني مره بعد شهرين يعني. بالظبط، انت بقالك كام شهر وكنت معانا برضه. بعد شهرين دي حاجه جميله قوي. ما جمهورك هنا بيحبك جدا جدا ودايما طالب ان انت ترجع كل شويه. يعني انت كنت فعلا هنا من شهرين ثلاثه، وحتى كنت معانا في الاستوديو جبناك من المطار وعلى طول تعبينك معانا يعني. احنا الله يخليك. فقول لي كمان اكتر اللي معايا اخويا وحبيبي النجم ايهاب توفيق والنجم احمد سعد. اكيد دي حفله كبيره جدا. ميخائيل ومينا وكلهم يعني. وايه اللي خلاك ان انت تيجي الحفله دي بالذات رغم ان انت لسه جاي من شهرين؟ يعني انت دلوقتي دي حفله عيد الام جايز، فيمكن عشان كده انت. هم بعتوا لي طبعا قالوا لي لازم تيجي وبنحبوك وكده طبعا لازم اجي انا برضه للرجاله المصريه بتاعتنا. بالظبط. تحب تقول كلمه لكل الامهات المصريين او الغير؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وكل ام في الدنيا كلها وهي طيبه. ونعمل اغنيه جديده للام. ايوه احنا عارفين. عامل اغنيه. لا انت الاغاني في اغاني كتير جديده انت غنيتها النهارده والناس كانوا مبسوطين جدا وعارفين الكلام. انا كنت هقول اغنيه الام والله النهارده. معلش اتس اوكي هنسمعها منك قريب. ممكن تغشك احنا اللي هي كل الناس ممكن تخمك اللي هي تشيل في همك. ده النبي سأله الصحابي قال له أمك ثم أمك. واه يانا 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 ياما هم عليك ضمة. واه يانا 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 ياما هم عليك ضمة. بتشيل عني ما تخلي مهما سمعت أنا وتقلي كلامك عجايب. ده أنا لو شعري شايب لسه بتطبطب ياما لسه في مر بيتحلي. احنا كده هندمع واحنا قاعدين بقى ونفتكر امهاتنا. بس انا مبسوط جدا ان انت حبيت تغني لنا برضو الاغنيه دي. ولكل امهاتنا بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كان معانا النجم احمد شيبه، مبسوطين جدا بيه واحنا في الحفله دي. وان شاء الله هتيجي تاني قريب ان شاء الله. بنقول لكم كلكم بندعي لكم قول لهم في الكاميرا لازم يجوا الحفله عشان لازم يستمتعوا معانا. الله يخليك يا احمد، شكرا جدا. اللي له قرش ما بينامش ما بالك بقى من اللي عليه. ملعون ابوك يا فقر يا حاوجني للاندال. جلت عزيز النفس عشان عديم المال. ملعون ابوك يا عوزة زلت السوال الدل.
لو لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعتها ودوّل ديت الحال لعمل معاه الصح أنا واسنده لو ما وقف جنبه في المحن وأكون أكون طويل البال وأكون طويل البال وأعرفه إن الفلوس الفلوس ما بتعملش رجال الحوجة مرة وياما ياما 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 بهدلت يلا بينا مع بعض كلنا نقوله لا 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 لو لعبت بدلت الأحوال لو لعبت يا زهر وانت يا حربي في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر في خاطري ساعة ارفع ايدك فوق يلا بينا يلا بينا مشاهدين احنا النهارده معانا احمد سعد النجم الكبير وبرنسيسة مصر سمية الخشاب عايزين نرحب بيكم طبعا يعني انا مش هقدر اعمل الناس عملوه معاكم الورد الجميل والاستقبال الجميل والانوار في المسرح ايه مشاعركم بقى وانتوا كنتوا على المسرح النهارده وشايفين جمهور امريكا مبسوط جدا بيكم طبعا هو كل اللي انت قلته ده شيء عظيم بس وجودكم طبعا برضه شيء مهم جدا ومن خلالكم يعني الناس وكل مشاهدينكم يعني ومصداقيتكم تهمنا جدا انكم تكونوا موجودين معنا في حفله زي دي مهمه جدا في حفله في نيويورك في التور اللي احنا بنعمله يعني وسمية كمان اكتر حاجه كنت مبسوط انها كانت معايا لان كنا بنقضي شهر العسل اللي انت عارف انا بقضي اصلا احنا عاملين يعني سنه وثلاث شهور عسل جديد ستايل جديد هو ان شاء الله طول الوقت فعلا يكون عسل معاكم ويعني اللي حصل معاكي النهارده والناس اللي جابوا لك الورد والناس اللي استقبلوكي حسيتي مشاعرك ايه لما كنت انا اول مره طبعا باجي امريكا وانا سعيده جدا بالجاليه المصريه والجاليه العربيه كلها واستقبال الجميل قوي الحافل و يعني عرفت انه ناس كتير قوي مشتاقين ان هم يشوفوا احمد سعد ويشوفوني على الطبيعه وبقيت فرحانه كمان باحمد احمد عمل النهارده من قلبه غنى من قلبه اغاني حلوه قوي كمان اغنيه مصر مبسوطه ان اي ار تي موجوده معانا ان اي ار تي دايما بتغطي شغلنا وحبايبنا طبعا اي ار تي لازم يبقوا في كل نجاحاتنا معانا سفريتنا سريعه سريعه كده انا بشكر استاذ امير ميخائيل طبعا اللي استضافنا والايجنت بتاع احمد عمل شغل حلو قوي 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 بصراحه حفلاته رائعه وبشكره جدا جدا هو وكل اسرته على استضافتهم الحلوه من خلالكم طبعا وبقول لاحمد يعني انت كنت النهارده قمر رائع قمر 14 طيب عشان نختم نقول كلمه للام المصريه والام العربيه طبعا عايز اقول لها كل سنه وحضراتكم طيبين انا يعني كان ليا الحظ ان انا اعمل اغنيه اليومين اللي فاتوا دول للام يعني كان عشان امي طلبت مني قالت لي لازم تعمل لي غنوه قلت لها طبعا عايز انا اغنيها لك ولا تغنيها انت لان ممكن كمان ممكن تطلب امي لما بحزن تبكي هي وما بشكي تبان عليا امي حملت قاسي امي القاويه بصبرها امي واو وحشتني امي فعلا ويعني خلتني لعبت المواجع علينا انا قبل ما انسى بس عايز اشكر سياده السفير سافرنا هنا في نيويورك في امريكا وحرمه طبعا وبشكرهم جدا ان هم شرفونا بوجودهم في الحفله بقول لكل الامهات كل سنه وانتم بالف الف خير وعيد ام سعيد عليكم ويا رب يخليكم لينا
وانا سعيده بوجودي النهارده. ربنا يخليكم لينا فعلا وتيجوا مره اخرى وتاني وتالت ان شاء الله عشان جمهوركم فعلا مشتاق لكم. الله يخليك كل سنه وكلكم طيبين. اول ما شفتك انا قلبي لقيته مال وعرفت طعم الهوى وبقيت شغل البال انتي لا قبلك ولا بعدك انتي في عيوني غزال صدقوني والله طوعيني واسمعي مني خلي في بينا وصال يا حبيبتي ده انت بجمالك ما يتقلش بمال ما تيجي سوا نتقابل ما تيجي سوان اتفال عايز معك اتكال يلا بالحلال يا معلم بالحلال نتكلم ملك بيا خف شوية معنا نجم المصري إيهاب توفيق وبنحييه بنقوله الحفلة بتاعته كانت جامدة جدا جدا وكنا مبسوطين بيك جدا بس عايزين نعرف مشاعرك ايه بالجمهور اللي يعني رحب بيك الترحيب الجميل النهاردة. الحمد لله الأول طبعا كل سنة وانتم طيبين كل الأمهات في مصر وفي كل الأمة العربية كل سنة وهم طيبين. الحفلات اللي بنعملها دلوقتي في أمريكا عملنا حفلة امبارح في هيوستن تكساس والنهاردة في نيويورك فهما بمناسبة عياد الأم عيد الأم المصري فبقول لكل الأمهات كل سنة هما طيبين مرة تانية وإن شاء الله دايما نلتقي بيهم على خير وسعادة طبعا كبيرة جدا أنه الجمهور الكبير ده والمجموعة الكبيرة من كل العرب اللي كانوا موجودين والمصريين وكل الجاليات اللي كانت موجودة معنا في الحفلة النهاردة طبعا بشكرهم على حضورهم وكانت حفلة من الحفلات الجميلة اللي الواحد دايما هيفضل يفتكرها الشباب كله متفاعل الناس كلها حابة الأغاني اللي بنقدمها وإن شاء الله دايما ما يعني ما نقطعش العادة والتواصل اللي موجود ما بيننا دايما إن شاء الله نكون معاكم في أقرب فرصة تانية إن شاء الله إن شاء الله دايما وعايزين نشوفك أكتر وأكتر تيجي نيويورك وتيجي LA وتيجي أمريكا كلها وتلف يعني تسمعنا صوتك الجميل بإذن الله متشكرين جدا إن كنت معانا النهاردة أهلا بيكم.
كل سنه وانتم طيبين ونشوفكم دايما على خير. شكرا كريم. شكرا. اسمع كلامي سلم لغرامي دعوات قدامي والشوق ورايا ما تقولش عادي حبك مش هادي قلبك بينادي مع صوت نداية كلامي سلم لغرامي دعوات قدامي والشوق ورايا ما تقولش عادي حبك مش هادي قلبك بينادي مع صوت نداية وانا اللي بيك داري انا وبعمرنا شاري لكل شيف أسرار وخلطاته السرية بهارات توابل وأهمها الرز البسمتي حبة بحبتها والكل وصفة يناسبها شيف مانيت اسر وصفاتك اللذيذة My secret Royal Chef's Secret Basmati Rice The secret ingredient in my recipes سر الشيف رويال يكشف الشيف اللي فيكي مرة أخرى أعزائي المشاهدين ومع أستاذة هندسة الكهرباء ونائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بس مش هو ده بس كده يعني هي عالمة مصرية عالمة مصرية تجمع ما بين دفء المرأة وبساطتها ونبوغ العالمة وجديتها استطاعت إثبات تفوقها في مجالها منذ نعومة أظافرها وهي من بعد ما التحقت بحلمها الأكبر وكان كلية الهندسة قسم الكهرباء تقلدت مناصب عديدة حصلت على شهادات عليا إلى أن حصلت على الدكتوراه وفي خلال هذه الفترات لها نشاطات فهي من أهم السيدات المؤثرات في العالم الإسلامي
من أهم يمكن 20 سيدة مؤثرة في العالم الإسلامي سنة 2014 حصلت على هذه الجائزة، وأيضا من أهم سيدات على مستوى الدول العربية في 100 سيدة على مستوى الدول العربية تأثيرا في العالم العربي. الدكتورة خيادة عامر، اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. انا يعني حضرتك اتكلمت معاك يمكن قبل التسجيل، وتفاجأت بافكار وفكر عالي جدا وراقي جدا على مستوى يعني عالمي، يعني يمكن في العالم ما فيش كتير بيفكروا بنفس الطريقه، فده طبعا احنا من حظنا ان احنا تشرفينا النهارده. ربنا يخليك، الشرف ليا يا فندم. حضرتك يعني دخلتي، يعني نتكلم الاول عن دخول هندسه الكهرباء. تمام. يعني انت دخلتي مجال هندسه الكهرباء تحديدا لانه ده مجال مش مجال يمكن نسائي قوي، يعني ايه اللي خلاك يعني او اللي جذبك لهذا الاتجاه؟ تمام. هو انا اساسا يعني انا تربيت في بيت ما كانش فيه صبيان، احنا بنتين بس. فكان دايما الوالد بيتسال ابنك فين، فمره بساله انت زعلان بقوله ليه يعني، بيقولك ابنك فين، قال لي الولد بيخلد اسم باباه، يعني بيشيل اسم باباه. فقلت له وانا وعد اخلد لك اسمك، شوف انت ايه اللي بيخلد. انت حضرتك بقى كنت فبقى كل حد ما يقول لي دي حاجه يعني حاجه للولاد مش للبنات. أيوة. كنت شباب. بخشها لدرجه ان انا اول ما كنت بدات اكون في مرحله الاعدادي قررت ان انا اشوف لعبه الشطرنج، لقيتها كلهم بس رجالي اكتر كان حد بيخشها، فدخلت بطوله الشطرنج كنا في الكويت ساعتها، وقررت ان انا انافس. كنت صغيره جدا لحد ما خدت بطوله الكويت المركز الاول للشطرنج في الكويت. ايوه. فبدا يديني انطباع ان انا قادره، يعني انا ما عنديش حاجه، ما عنديش حاجه نقص، يعني البنت ما عندهاش مشكله ممكن اخش. وبعدين بدات كمان كاسره بتديني كتب دايما عن سميره موسى، عن فاروق الباز، لان احنا كنا بره مصر فكانوا دايما بيربطوني بالبلد برموزها. بالناس اللي يعني حتى كنا دايما اغاني عبد الحليم كانت دايما يدي كلمه صوره يقول يقعد يحلل لي كلمه صوره معناها ايه، صوره يعني اللي مش هيشتغل هيبقى بره الصوره، عايزه تكوني في المقدمه يبقى لازم تشتغلي، اغنيه عبد الحليم. فدي اثرت فيا، فكنت لما اقرا عن سميره موسى كان حلمي ان انا اكون في مجال يكون ليه تاثير قوي. رغم حضرتك يعني انا يعني عشت بره كتير، يعني حياتك يمكن طفولتك كلها كانت بره مصر، ودايما اللي بيعيش بره مصر بيبقى صعب جدا ان هو يرجع ويعيش ويتالف ويتجانس هنا في مصر. فازاي انت واجهتي، يعني انت اكيد في حاجات ما عجبتكيش، اكيد في النظام ده ما عجبكيش، الشارع ده مش عارف كان فيه ايه، اكيد قابلتي ده، ولكن تغلبتي على ده وعشتي في مصر وكملتي في مصر. لان الاسره من انا صغيره كان ممنوع تتكلم لغه، حتى لو انت بره لو اهتز انت مصر، وكان دايما يقول لي انت مصريه ومن طنطا، يعني انت من بلد، انت من المنطقه دي لازم تعتزي وتفتخري بدي. فكان دايما مديني انطباع انت قاعده هنا مهما قعدتي فانت اصلك مصري وهترجعي مصر في اي وقت. فاداك قبول، عارف انت لما تكون قابل بيتك باللي فيه، اي مكان هو بيتي ومعتزه وفخوره بيه جدا. صحيح. بدا يربطني برموز قويه ان البلد دي فيها خير كتير جدا، ان احنا حتى لما الناس تقول مصر فقيره لا مصر غنيه جدا، ده انت فيها اثار، ده انت. فكان دايما بتشرح لي ان احنا عندنا مميزات كويسه جدا. الجانب الايجابي كله. لما نزلت الجامعه في مصر صحيح قابلتني مشاكل، بس بقيت حاسه ده بيتي، يعني انا مش هشتكي من بيتي، انا بقى احاول اعدل ازاي. فبدات افكر بطريقه عكسيه. صحيح كان بتقابلني وبقى في يوم اقعد زعلانه بس، ولكن ببقى دايما طب احلها ازاي، طب اقوم قابلتني معوقات حتى في الحلول يعني. بالظبط كده. حتى لما دخلت كليه هندسه ومسكت كنت رئيس قسم المجتمع، يعني ولا كان يعني بنت، كنت في القسم الست الوحيده في القسم، برضو قابلتني مشاكل كتير جدا، الناس ما كانتش متقبله دوت. فقررت لا انا هثبت لهم ان انا قدها، كنت ببذل مجهود مضاعف عشان اثبت ان انا كسيده ومجال هندسه ان انا قادره اعمل ده، ولكني في الاخر ثبتت ده. وكدكتوره ورئيسه قسم كهرباء وفي اكيد اولاد كتير وبنات طبعا، وكانوا اساتذتي كمان، يعني انا كنت كمان يعني بس الناس بدات لما بص يعني حضرتك سواء بنت او ولد اي معوقات بتقابلك الناس في الاول بتبقى دايما يعني نفس المعوقات اللي عند السيدات اعتقد عند الشباب وعند اي رجل. صحيح. انت مره واثنين بتثبت نفسك ما بتصدرش مشاكل كتير تبدا الناس تتعامل معاك. صحيح. فهي دي النقطه. المؤسسه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، حضرتك نائب رئيس المؤسسه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، كلميني عليها. المؤسسه دي مؤسسه خيريه انشئت عام 2000، كان دكتور عبد الله النجار هو رئيس المؤسسه واماراتي، والدكتور فاروق الباز ومجموعه علماء كانوا في مؤتمر علمي، كل واحد قدم بقى البيبر والورقه البحثيه بتاعته. بعد ما خلصوا قالوا احنا كل مره بنتقابل ونقدم اوراق بحثيه جميله جدا لكن لا حلنا مشكله طاقه ولا ميه ولا اي حاجه عندنا، طب الحل؟ قالوا نعمل مؤسسه خيريه خارج النظام العادي، شرطها انها تخدم كل الوطن العربي وما تكونش حكوميه، ولكن تبقى خدمتها لاي دوله عربيه، انها تربط الفكر كويس. الاكاديمي بالمجتمع كويس. وبدات تشتغل بقى اول حاجه بالفكر التقليدي، مؤتمرات، بعد كده ورش عمل. في 2003 بدا يتكلموا بقى لا في حاجه اسمها رياده اعمال، في حاجه اسمها ابتكار، وبدا ندرب الناس على الكلام ده.
طبعا كان صعب جدا ان انت تقول لاستاذ جامعه ان انت يعني ايه تخلي مثلا شاب صغير من السوق يدربك يعني ايه تعمل ماركتنج او تعمل تسويق او تعمل بزنس بلان، ولكن الناس ما كانتش بتسمعنا في الاول لحد ما قدرنا نثبت وطلعنا 142 شركه من بحوث عربيه بفلوس عربيه وبافكار عربيه. في شركات دخلت السوق وفي شركات وقعت، طبيعي اي باي بزنس بيحصل له، ولكن كان اثبات ان احنا كاساتذه الجامعه قادرين نطلع دعم اقتصاد معرفه، نقدر نمتلك النو هاو، نقدر نغير في السيستم. صحيح، هو العلم كده يعني، انا مش بصرف النظر عن السن وكده، ان انا ممكن في شخص مثلا شاب صغير او شابه او كده بيبقى عندها معلومه معينه بتنقلها بصرف النظر عن مين المتلقي، يعني مش لازم يكون اصغر منها. تمام. هي بس اللي كانت العقليه القديمه برضو بشويه بتبقى عندها، لكن دلوقتي اتغير السيستم يعني بدا من الناس الاول ايه اي اي ابتكار هو معناه تغيير. والمؤسسه العربيه للعلوم والتكنولوجيا بتضم علماء عرب. تمام. هي المؤسسه مجلس ادارتها 12 واحد. أيوة. ممثلين من كل الوطن العربي، نصهم من اللي عايشين جوه الوطن العربي ونصهم من اللي عايشين خارج الوطن العربي. يعني عندنا علماء من تونس موجودين في امريكا، عندنا في بريطانيا، عندنا في كندا، في مجلس الاداره، وبيتشكل كل اربع سنين بيتغير بالانتخاب. كويس. بس بشرط ان يكون مقدم حاجه للمجتمع، يعني ما يكونش استاذ جامعه بس او رغبه بحثيه، لازم يكون عمل شركه من من افكار وخلق فرص عمل نوعيه، قدم نو هاو، قدم جائزه كبيره. الداتا بيس بتاعت المؤسسه واللي انضموا لينا بعد 18 سنه 35 الف عالم من كل وطن عربي، كلهم عرب. بقى عندنا نتورك كتيره جدا مثلا في النانو تكنولوجي، في الالكتريكال انجينيرنج، في الالكترونكس، في الهيلث كير، فاصبح دي ناس ربطناهم مع بعض عشان يتكلموا مع بعض ويتبادلوا الخبرات. بس حضرتك قلتي لي قبل كده انه مش لازم ان انا اكون مثلا مهندس كهرباء، او مش لازم ان انا اكون استاذ جامعه ان انا انضم او افكر بطريقه علميه. تمام. هو بعد ما احنا بقى اشتغلنا فعلا بعد 18 سنه اكتشفنا الابتكارات مش شرط تيجي من واحد حتى الباك جراوند بتاعته خالص ليها علوم وتكنولوجيا او حتى مش متعلم، يعني في ناس بتبقى بسطاء جدا وبيعملوا ابتكارات مهوله. بس لان السيستم القديم كان بيقول لك يشترط ان يكون معاك جوائز او يعني او تكون في المجال العلمي. ايوه. كانت الناس بتبعد، فعشان كده احنا في عام 2016 اطلقنا مبادره اسمها الباز للقدرات العربيه للتنميه والابتكار. كويس. كانت فكرتها ايه؟ ان احنا بنطلب من كل المجتمع اي مكان سنك اي مكان تعليمك قدم ابتكار تحل مشاكل محدده للدوله. كويس. وقدمناها لسعاده الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي وخدنا رعايته كمان للمبادره دي، كانت برضو ان دي حاجه جميله جدا. طبعا. ان انت كمؤسسه بتطلب منه رعايته لفكره ان احنا بنعمل ننشر ثقافه الابتكار وكانها مسابقه، والحمد لله قدرنا نطلع منهم اربع شركات، منهم واحده في معالجه الميه باستخدام التحليل الكهربائي. والشركه دي سجلناها وخدنا حتى تجربه في محطه بوردين في الشرقيه. واحيانا بيكون مثلا زي بره بنشوف في امريكا مثلا بيبقى في تسجيل للفكره نفسها، انا ممكن ما اكونش تكنيك يعني تكنيشن او فني، ولكن عندي فكره معينه انا عايز اخديها للفنيين على اساس ان هم يفكروا ازاي تحصل. تمام. يعني ده بيبقى، بس دي اعتقد بتدخل ضمن حقوق الملكيه الفكريه، يعني الفكريه او براءه الاختراع. لما حد بيكون عنده فكرة حتى لو مش مهندس بيقول أنا عندي فكرة في كذا وكذا وبيبدأ يسجلها، بس برضو النقطة عشان الناس ما تنصدمش، مش كل براءة اختراع قبل أنها تكون منتج في السوق. صحيح. لأن عملية التسويق اللي أنا بعملها دي قصة تانية خالص، لأن أنا ممكن أعمل ابتكار جميل جدا ولكن لما أجي أنزله في السوق ممكن المنتج مثلا الصيني أو المنتج اللي جاي أرخص من كده فيوقع لي السيستم. فهو لازم لما حد عاوز يكون يسجل براءة اختراع ده كويس جدا ومهم، لكن الأهم ان انا اعمل جوب كرييشن، ان انا اعمل فرصه عمل لي او اعمل استثمار لي في استفاده للمجتمع وليا كمان والاشخاص والاسرتي. طيب حضرتك لو الموضوع كده، طب رايك ليه العقول المصريه الفذه بتهاجر وبتسيب البلد، وازاي نستفيد من المصريين اللي في الخارج؟ يعني الناس دي بيبقى احيانا عندهم افكار وعندهم، بقى في ناس هنا بيبقوا زي ما بيقول عليهم جينيوس هنا وبيسيبوا البلد ويهاجروا والبلاد التانية بتستلقاهم و تمام تلبلهم كل اللي هم عايزينه ان هم يقعدوا هناك بس ويبتدي يشغل دماغه. يعني تمام. هو لان النظام البيئي هناك متكامل بيقدر ياخد الفكره من الدماغ لحد ما ينزلها السوق، يعني فيها مراحلها كامله. صحيح. احنا لحد فتره قريبه جدا ما كانش عندنا حد في يعني في القيادات بيتكلم على اهميه البحث العلمي لخدمه المجتمع. دلوقتي بدا يتكلم، بدا ويش. الرئيس بيتكلم على الموضوع ده، فده شيء ايجابي. العلماء اللي بره الطرف فوق الباس دايما بيقول لي كلمه حلوه جدا ودي اثرت فيا حتى نفسيا، قال لي مهما طلعتي بره وخدت مليون جنسيه حتى لو لغيتي جنسيتك المصريه بيقول لك من اصل مصري، فعشان انت من اصل مصري لازم دايما تخلي مصر كويسه، حتى لو انت سافرتي بره تشتغلي على انك دايما تفكري ازاي تخدمي البلد دي. صحيح. هو عشان كده الفاروق دايما بياخد طلبه من مصر يطلعهم بره ويرجعهم تاني ويعمل بحوث مشتركه. اللي بره بيسافر ما هو كان مضطر في فتره من الفترات لانه عنده ابتكار وعنده طاقه عاوز يصلحها، وبرده ما يضرنيش يعني انا. صحيح. بالعكس انا كدوله مستفيده ان الناس بتوعي بره وبيشتغلوا ورافعين راسنا، لكن
انا كدوله مفروض اوفر فرصه ان انا اربطهم تاني بالدوله بالمكان، اقول لهم تعالوا ان شاء الله مره شهر في السنه قدموا محاضرات، قولوا لنا افكاركم، ادونا خبراتكم، احنا محتاجينكم. الناس دي اصبح عندها خبرات يعني متوارثه او متكاسبه يعني مكتسبه هناك، فاحنا محتاجينهم. فممكن يبدا الدوله تشتغل على برنامج، في برنامج فعلا في اكاديميه البحث العلمي اسمه جسور بيشتغل على الفكره دي، فكره انه بيطلب من العلماء على مستوى العالم المصريين الموجودين بره ان هم ييجوا هنا ويحاولوا يرتبطوا بفكره بحثيه او باستشارات او باي شيء. طب كيف يصل يعني المصري اللي هو عايز يجي ويساعد في البلد ويساهم وعنده فكره معين، ايه الطريقه؟ هو في كذا طريقه. الطريقه الاولى مثلا اللي هو كان مثلا في اساتذه كتير جدا كانوا موجودين وطلعوا بعثات وبعدين قعدوا كملوا هناك. صحيح. فهو المفروض بينتمي لجامعه معينه حتى لو ما عادش ينتمي لها رسميا. فممكن يقدم مقترح للجامعه دي، وعندنا في جامعه بنها ده حصل، بيجي الدكاتره يقدموا احنا عاوزين فكره، وبيتعمل كانه استاذ زائر في الجامعه دي، ويبدا يجي يدي محاضرات وممكن تتنقل خبراته الدوله كمان لو هو في الجامعه. لو في جامعة. لكن لو هو مش خارج بقى تمام. الجامعه الدولة والقيادة السياسية دلوقتي فتحة على فكرة المجال للمراسلات وتقديم المقترحات، وبتتسمع على فكرة كويس جدا، بيتسمع جدا. فأنا رأيي إن هو ممكن يبعت المقترح، وده يعني دي أمانة في رقبته لأن دي بلده، ومهم جدا هو يقدمه، احنا محتاجينه. يعني احنا محتاجين كل شخص بره حتى لو شغال في اي مجال، حتى مش في البحث العلمي، حتى لو شغال مثلا في اداره مصنع بتقنيه حديثه، احنا محتاجين نعرف ازاي نستخدم التقنيه دي. هذيك اللي بيطور التعليم في عهد كان الرئيس اوباما كان مصري. تمام. في تطوير لأشياء كثيرة، وفي أمريكا اللي قائم عليها مصريين، المهندسة اللي غيرت الكودز، البيلدينج كودز يعني الكودز بتاع المباني. تمام. في نيويورك سيتي بالكامل، نيويورك سيتي تعتبر من أهم يعني مدن العالم. تمام. مصرية محجبة. تمام. فيعني احنا عندنا عقول وعندنا أفكار وعندنا ناس، بس احنا توظيف الناس دي هي دي المشكلة اللي احنا دايما بنقابلها، او الناس بيسألونا دايما نعمل ايه، نروح فين. تمام. نتجه اي، بس حضرتك دلوقتي اوضحتي ان يتجه ناحية يعني القيادة السياسية بتشجع حاجة زي كده جدا، فمن خلال الوزارات مثلا، من خلال لا ممكن هل مثلا المؤسسة العربية، وممكن عن طريق المؤسسة يتواصلوا معنا، واحنا بنقدر نوصل دوت عندكم على مثلا عندنا على الويب سايت موجوده، وفي ايميل info@astf.net astf Arab Science Technology Foundation.net. أيوة. ويبعت عليها الايميل اللي هو عنده مقترح، واحنا ممكن نحاول ان احنا نربط. طبعا احنا عشان مؤسسه خيريه غير ربحيه، الحمد لله الريبيوتيشن بتاعتنا كويسه جدا مع اي قياده سياسيه في الوطن العربي، لكن احنا ممكن نبعت ونجرب وان شاء الله يكون خير. الحاجه الاهم كمان دلوقتي ان السيستم مفتوح ليه، لان اصبحت الدكتوره كمان ناديه وزيره الهجره. أيوة. بتسمع جدا من الناس، انا شايفه ده يعني حاسه نبيله مكرم. نبيله مكرم كانت معانا من حوالي كم اسبوع كده. تمام. وبتحاول تسمع من الناس وبتحاول بتسمع. تقابل بالظبط. فبرضه ممكن يتم طرح، وخاصه كان في قريب مؤتمر مصر تستطيع بعلمائها. ايوه هو ده بقى انا عايز اكلم حضرتك على مصر تستطيع. تابعتي مؤتمر مصر تستطيع؟ طبعا. تمام. طب رايك بصراحه يعني هو بالنسبه لتجربه مبدئيه كويس. أيوة. جدا مبدئيه كويس جدا لكن احنا محتاجين اكتر، ومحتاجين نربط نفسنا، لان في ناس كتيره جدا بره. يعني احنا دايما بنركز على الناس المعروفه قوي. أيوة. في ناس على فكره، انا كنت بعمل احصائيه مره، انا بشتغل في الابتكارات العربيه، فاكتشفت ان 15% من المراكز العالميه في مجالات الابتكار على مستوى العالم يقودها مصريين واقوياء جدا. 15% ودي رقم كبير، كبير ومحدش يعرفه. فانا لو انا عملت احصائيه صحيحه والناس اللي ما تعرفتش دي اجيبها، على فكره تبقى حاجه كويسه جدا، لان انا هزود الـ يعني هعمل ريز المورال بتاعت الناس، ان انا عندك ناس كتير جدا. صحيح. جايه من بره، مش نفس الشخصيات اللي دايما بتيجي. طبعا حلو الشخصيات اللي بتيجي دايما، ولكن احنا عايزين ناس جديده. صح. فهو المؤتمر كان حلو كبدايه، يعني مؤتمر كبدايه كويس، كويس جدا. ولكن مطلوب احسن كتير، يتفعل اكتر، وخاصه ان احنا عندنا امكانيات دي. طيب كنت حضرتك بتقولي لي انه مش لازم ان انا علشان اعمل حاجه يعني هي فكره، هي العمليه كلها فكره. يمكن اديتيني مثال بشركه اوبر والشركات دي، وجرد ابلكيشن، وفي الاخر هي بتعود او بتدر ربح كثير على اصحاب الفكره دي. فازاي يعني نطور فكر زي ده هنا في مصر؟ هو انا لما بقابل شباب يقعد يقول لي الظروف والوضع وانا عندي ابتكارات وعندي مشكله، اقول له كلام كويس جدا. كويس. في كتير جدا زمان كان ممكن تشتكي ويبقى الموضوع فعلا فيه معوقات كتير. دلوقتي انت وانت قاعد ممكن في البيت عن طريق موبايل ابلكيشن تغير الدنيا كلها،
وتبيع منتجاتك. وممكن تكون فكره الموبايل ابلكيشن دي مهمه جدا، بس انت تركز على حاجتين: الاحتياج المجتمعي ايه بالظبط، لان انت مفروض تعرف مين الكاستمرز بتوعك، انت موجه فكرتك لمين. أيوة. مش بس ان انا عملت بيت انت فرحانه بيها وقاعده او عندي اختراع وعملته. فهو لو قدر يعمل فكره ويعمل لها ابلكيشن مثلا موبايل ابلكيشن، او يطبقها بالتولز اللي عنده، لو ما عندوش الامكانيات مستحيل، ما عندوش. المبتكر بيبتكر الامكانيات حواليه. اديسون وتسلا بشويه حديد، المبتكر بيبتكر امكانياته بشويه حديد، نقل حياته وعمل ألف ابتكار، والناس هجمته وقالت عليه مجنون، لحد ما ثبت. لانه يعرف حضرتك الايه اللي بتقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلو انت بتنفق من فكرك ومؤمن وبتنفق من جيبك، هتبدا المستثمر يصدق ان انت فعلا مهتم بشيء قابل للتطبيق. طب حضرتك شايفه المؤسسات المختلفه في الدوله هنا في مصر مهتمه بالبحث العلمي والتكنولوجي؟ تمام، بدات تهتم بعد ما القياده السياسيه اتكلمت كتير في الموضوع ده. بداوا يهتموا؟ طبعا. انا يعني دي بداوا يهتموا، وبداوا يعني يكون طبعا في مبادرات لسه، لان الموضوع جديد على سيستم شويه تقيل. موضوع الابتكار حتى، يعني انا اتمنى يكون عندنا نظام الابتكار الحكومي زي ما موجود في الامارات. الابتكار الحكومي ان الموظف يبقى عنده تاسك معينه، يقدم طريقة جديدة في إدارة المكان توفر وتكون مستخدمة كل القيم الموجودة. مفيش حاجة اسمها قيمة صفرية، مفيش حاجة اسمها حتى يتحال على المعاش. بعد ما يتحال المعاش بيجيبوك كأنه خبير بطريقة معينة، بس بيدوله مهمة خلال السنة دي. إذا ما قدرش يشتغلها بيعملوا حفلة جميلة جدا وبيودعوه، وما تشتغلش تاني في الحكومة خالص. ما هي الحكومة هناك بتتعمل، حتى عندهم وزارة السعادة يعني. بالظبط، بتعملوا يعني نظام إن أنت عندك تاسك لازم تقدم، يعني مش بيستنى يكون فاسد. لا هو أنت عندك تاسك، ولو إذا ما قدرتش تعملها كتر ألف خيارك، شكرا على كده. فدي بتدي تسريع إن الكل بيجري ورا الزمن عشان يلحق القيادة بفكرها. بالظبط، من تطبيق حاجة زي كده هنا في مصر، لأن في إمكانيات في كل حاجة، والبلد ولادة جدا وبلد مليانة خير. يعني مصر أنا بقول دي تعتبر من أغنى دول العالم على فكرة بكل الحسابات. يعني احنا عندنا سياحة، موقعنا نعتبر، انا اسفة على ناصية، يعني احنا واخدين ناصية العالم كله طقس، وعندنا الطاقة الشمسية، عندنا اثار غير عادية مش موجودة في العالم كله. بمناسبة بقى الطاقة الشمسية، احنا مصر دخلت في مجال الطاقة النووية، شايفة يعني ده هيفيد مصر ازاي؟ يعني من وجهة نظرك ممكن فعلا الطاقة النووية تفيد البلد؟ هندخل في تكنولوجي بعد كده مختلفة شوية، اللي هو السولر بس خلينا الطاقة النووية مصر هتستفيد منها. شوف حضرتك، أنا ده كان حلمي من زمان جدا. أنا وأنا أول ما بدأت أشتغل في مجال الطاقة، اللي كنت البحوث اللي بتجينا مصر كانت بترعبنا مجال الطاقة، فأنا كنت حتى بعمل بحوث ضد الطاقة النووية. ضد الطاقة النووية؟ لما طلعت بره، سافرت مرة كنت في شيكاغو ولقيت معظم الأماكن موجود فيها مفاعلات نووية، ومرة كنت في اليابان ولقيت الفندق جنب المفاعل النووي، قلت الناس دي خايفة على صحتها أكتر مننا. فازاي هم شغالين بالطاقه النوويه وقاعدين يقولوا لنا انها خطيره ومرعبه ضد الطاقه، فاكره انها خطيره على جسم الانسان وبتعمل. فبدات ابحث في الموضوع، اكتشفت ان امريكا مشغله 20% من طاقتها، طبعا هي اكبر حد حاصل على طاقه نوويه في العالم. أيوه. فرنسا 78% من طاقتها قائمه على الطاقه النوويه، اليابان 68% من طاقتها طاقه نوويه. الناس دي بتستخدم الطاقه النوويه عشان الصناعات الثقيله، لان الطاقه المتجدده ومتجدده زي السولار والويند ما تقومش مصنع، يعني هي ممكن تشتغل في ريزيدنشال اريا في الاماكن السكنيه، لكن عشان اعمل انتاجيه ومصنع وتحليه مياه البحر، وخاصه ان مصر داخله في ازمه مياه. أيوة. يبقى موجود الطاقه النوويه دي كمان، ده احنا اتاخرنا. دي مساله حتميه لانها تفرق كتير جدا معانا. والموقع اللي تم اختياره ده موقع رائع، اللي هو في الضبع. موقع رائع لان احنا محتاجين نعمل تحليه مياه، محتاجين نعمل صناعات في المنطقه دي، لان احنا متركزين على 7%، فعاوزين نفتح شويه في الصحراء الغربيه. يعني الطاقه النوويه دي يعني هتكون نقله نوعيه في نقله نوعيه ان شاء الله في التكنولوجيا، يمكن كمان في مصر. يعني دي حقيقه، وخاصه بقى الاتفاقيه اللي اتعملت، اتفاقيه جميله جدا. يعني احنا اخذنا القرض، القرض لن يدفع الا بعد التشغيل، وممكن نبدا لما نشغل نصدر، فيرجع القرض يدفع من ثمن التشغيل اقساط القرض. بالاضافه لكده ان احنا شرطين ان احنا يكون عندنا تدريب كوادر هي اللي هتعمل على السيستم دوت. حتى اقتصاديا هيكون هيبقى عندنا كوادر وشباب. طيب. وهتفتح فرص عمل نوعيه. زي ما بنقول حضرتك، زي ما قلتي مصر غنيه، ومن ضمن الاسباب غناها الطقس والشمس. تمام. الشمس الكتيره دي كلها، الشمس دي دلوقتي، كان زمان الناس بتتريق يقول لك احنا بنبيع الشمس مش عارف ايه، احنا الشمس موجوده عندنا، ليه ما بنستغلش، ليه ما بنعملش الطاقه الشمسيه بنستغلها؟ مش كفايه متهيألي عندنا الكهرباء بس؟ تمام. هو دلوقتي بدا في مدن العاصمه الاداريه الجديده. أيوة. شغاله بالطاقه الشمسيه في اناره الشوارع. هو في اتجاه قوي من الدوله، وفي عندنا دلوقتي الطاقه الشمسيه عاملين محطه كبيره جدا في برج العرب. الدوله عامله محطه كبيره، هي تسهل الابحاث العلميه ولكن هتطور. احنا شغالين في ده، بس مشكله الطاقه الشمسيه عيبها. أيوة. ان هي بتحتاج مساحات كبيره عشان تطلع طاقه كبيره.
المساحات دي برضو لو انا الارض عندي سعرها غالي فانا بخسر ارض، لكن زي ما حضرتك تفضلت ممكن انا استخدمها في اماكن مثلا سكانيه، اماكن تشيل عني من احمال الشبكه شويه. بس حتى ده لو واحد عنده بيت ممكن بيحط ما هي دي بقى البيت. هو ده الصح ان كل البيوت وكل الريزيدنشال اريا الاماكن السكانيه تتحول الى باستخدام الطاقه الشمسيه. الصين عامله حاجه جميله جدا وفكره رائعه كويس. الصين عامله ايه؟ البنك احنا مثلا بدفع فاتوره 1000 جنيه للكهرباء، قال الدوله اديني 500 جنيه من الفلوس ديت وانا هركب الطاقه الشمسيه. هركب لك الطاقه الشمسيه من اول يوم، بس يدفع لي 500 ليكي 500 ليا، يفضل 6 شهور يدفع لي الكلام ده ورجعنا خلاص فلوسك ليكي وشلت عنك حمل الشخص. طب ده ايه مشكله الطاقه الشمسيه هنا في امريكا؟ انا اتكلم على المستوى اللي هو الخاص، يعني اللي هو واحد عنده بيت او شقه او عماره مثلا او كده، ليه الناس هنا ما بتستعملش الطاقه الشمسيه؟ ليه يعني؟ هل سعرها مغالي فيه؟ هل التراب ممكن يأثر مثلا مش زي الدول مثلا دول الغرب؟ ايه ليه الناس هو التراب فعلا بيأثر على كفاءة الطاقة الشمسية طاقة السولار بانل بتاعة الفوتوفولتيك الموجودة فوق. بس دلوقتي في تقنية جديدة بالنانو تكنولوجي انها بتعمل ريبيل الدست، دي ممكن نستخدمها. ولكن المشكلة ايه؟ ان معظم الناس عندنا ساكنة في عمارات، فالمساحة اللي فوق السطح بتبقى محدودة. صغيرة بالظبط كده. لكن في سخانات ممكن تعمل، لكن لو حد عنده مثلا فيلا، عنده مثلا فندق، الفنادق كلها، الأماكن اللي هي على القناة كلها ممكن تستخدم الطاقة الشمسية. لكن العمارات والأماكن الضيقة هتبقى شوية بس مشكلة. ما بيصنعش هنا الخلايا دي، ما بتصنعش. بادئين في التصنيع دلوقتي كمان، يعني من ضمن بدأوا يشتغلوا في التصنيع بالظبط كده. على فكرة سعر الدولار لما غالي جه لمصلحة مصر جدا في حاجات كتيرة جدا. لأن بدأ يتم إنتاج حاجات كتيرة جدا ما كناش بننتجها، بدأنا حتى المنتج المصري حسن نفسه لأن أصبح الناس بتشتريه لأن سعره أحسن من المستورد. صح، لأن هو فعلا إحنا يمكن إحنا السعر اللي هو بتاع الدولار والجنيه ده دلوقتي هو ده السعر المفروض يكون عليه. تمام. إحنا الإنتاج هو اللي قل. صح. فالدخل هو اللي قل، إحنا المفروض الدخل هيزيد، هيحصل نوع من أنواع التوازن. صح صح، هيحصل نوع من أنواع التوازن. طيب حضرتك يعني كامرأة مصرية وبتعمل في التكنولوجيا، شايفة حواليكي في اهتمام فعلا من المرأة المصرية، من الفتاة المصرية بالتكنولوجيا؟ والله أنا شايفة تغير كبير، بدليل إن المرأة مش بس في التكنولوجيا، المرأة بقى عندها وعي غير عادي. أكيد طبعا. والمرأة المصرية طبيعتها على فكرة يعني إيه، عندها فكر. وأنا بقول لحتى يا راجل عاوز تخلي مراتك مش نكدية، علمها تكنولوجيا، لان هي كل ان احنا عندنا طاقه. طب طبيعه المراه مخها عارف حضرتك فيه طبقات كتيره جدا. تقصدي يعلمها تكنولوجيا يعني تقرا مثلا؟ لا، يعلمها موبايل ابلكيشن، يعملها تبيع منتجاتها عن طريق مثلا الانستجرام ولا السناب شات. لان احنا عندنا الكرياتيفيتي عاليه وعندنا كويس. افكار كتيره جدا. وطبيعي الافكار دي اذا لم توجه بالشكل الصحيح بتحول ان انا بقى عندي طاقه زياده فهنكد عليكم، فانتوا لازم تلحقوا نفسكم. فهي دي النقطه. فانا بقول الفكره، وحتى بقول لاي ست ان انت لو عايزه تتغيري استخدمي التكنولوجيا لانها دي هتخليكي دايما متجدده. هل في اهتمام؟ في اهتمام. احنا كان حتى عملت دراسه على عدد البنات اللي يعني في مجال العلوم والتكنولوجيا. كويس. لقيت كتير جدا والعدد بدا يزيد. يعني اول ما دخلت كليه هندسه في مجال القوى الكهربائيه كنت البنت الوحيده في الدفعه في مجال القوى الكهربائيه. شويه شويه بدات الناس تزيد، دلوقتي بقى عندنا الدفعه اكتر من ثلثين وثلث. بس حضرتك عشان كنت متفوقه فانت اشتغلتي في مجال البحث والعلم ودرستي واستاف جامعه، ولكن اللي هو يعني اقل شويه البنات لما بتخرجوا ما بيشتغلوش. ما هو لا، ما برضو حكايه ما بيشتغلوش دي، ما بيشتغلوش في المجال ده. لا، ما انا اقول لك حكايه ما بيشتغلوش دي برضو انا ايه، طبعا هي في يعني جزء على الحكومه، لكن الجزء الاكبر انا حسيته لما شفت السوريين جم مصر. يعني الاخوه السوريين اللي جم مصر طبعا اثبتوا، عايز اقول لحضرتك اثبتوا نفسهم جدا، واثبتوا ان اللي عاوز يعمل شغل هيعمله. اثبتوا المصريين. فانا زي مثلا مهندسه كهرباء ومش لاقيه شغل، ابدا ادور على طريقه جديده، مثلا اتعلم اوتوكاد، ارسم واتبعت للشركات وانا قاعده ببيتنا. الهند كلها شغاله اوت سورسنج لامريكا عن طريق ان كلهم تحت بير السلم شغالين بيعملوا موبايل ابلكيشن، يعملوا مايكروسوفت، يعملوا جوجل. فانا لو قدرت، وخاصه ان انا ممكن اتعلم ده دلوقتي لان اليوتيوب مليان كورسات اي حاجه. طب عايز اقول لحضرتك حاجه، تنصحي ايه بالشباب، ومش بالشباب بس، كل الناس العرب والمصريين اللي عايشين في امريكا وكندا وبيسمعونا دلوقتي، تقول لهم ايه؟ والله انا دايما بحب انصح الناس فكره جميله جدا وانا جربتها عن نفسي. لو عايز تعيش سعيد وعايز تكون عندك حياه مختلفه مهما كانت الدنيا حواليك، ركز ان انت تكون عندك هدف لخدمه المجتمع، وركز ان انت بدل ما تنتقد استثمر في نفسك. الوقت اللي بنضيعه في انتقاد اللي حوالينا اضيعه ان انا اتعلم حاجه جديده واستثمر في نفسي. كل شيء اتعلمته فهو درجه لرقي وجني اموال وجني مناصب. اسرع طريقه عشان تثبت نفسك فيها ان انت تعلم نفسك وما تشتكيش، لان دايما الانسان اللي بيشتكي ما حدش بيقعد يسمع له بعد كده. امتى يقعد يسمعوا لي؟ لما يكون عندي قيمه مضافه او بقدم حاجه للمجتمع. صحيح. انا بشكر حضرتك، يعني كلام رائع وكلام جميل ومبادئ
ممكن اي حد يعيش عليها مش بس تكنولوجيا. فخلط ما بين التكنولوجي ومبادئ المعيشه والحياه وعدم النكد دي نقطه مهمه جدا. انا بشكرك بشكر حضرتك جدا دكتوره غاده عامر، وان شاء الله يكون لنا لقاء في امريكا ان شاء الله يا فندم. شرف لي باذن الله يا فندم. ان شاء الله. انا بشكرك. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه الحلقه اليوم، ويعني انا صعبان عليا اسيب بلدي مصر، فان شاء الله اشوفكم في نيويورك او في امريكا، بس راجعين تاني وراجعين تاني محملين بكل الحب والانتماء واللي انا شفته هنا في مصر ومن من الشعب المصري كله بكل نسيجه بكل طوائفه، بالمراه الرجل الطفل الشاب الشيخ. اللي حصل في الفتره اللي فاتت دي ده كان شيء يعني يشهد له العالم كله ويشرف اي مصري يفتخر انه مصري، وكل عربي ايضا يفتخر ان مصر دوله عربيه، ومصر طبعا فاتحه ذراعيها لكل الناس. فلابد ان احنا نفكر افضل ونفكر اكتر ونفكر بطريقه علميه زي ما قالت الدكتوره غاده، ويكون عندنا ولاء وحب وترجع بلدنا دي. وانا متاكد ان مصر دي قريبا جدا هتكون من الدول المتقدمه. تصبحوا على خير ونراكم في امريكا ان شاء الله. تصبحوا على الف خير.